مشاهدينا الكرام متتبعي الفضائية حنا بعل وين ما كنتوا وين ما توصلكم صورتنا سواء كنتوا داخل تونس ولا خارجها، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحقيقة، الموعد الأسبوعي اللي يتجدد معاكم في سهرة كل أربعاء واللي نسعى من خلاله أن نكون همزة تواصل بينكم وبين الجهات الرسمية ونساعدوكم على طرح إشكالياتكم ومساعدتكم على كشف الحقيقة. كان عندكم إشكال تشوفوا أنه يتماشى وطبيعة هذا البرنامج ويمكن لفريق الأعداد أنه يساعدكم على كشف الحقيقة، مرحبا بكم. طرق التواصل تظهر على الشاشة أمامكم الآن، ترسلوا تكتبوا أكا تخليه فراغ تطرحوا الإشكال وتبعثوه على رقم 87887 بالنسبة للأسماس، أو تتواصلوا معنا أيضا عبر الموزع الصوتي على الرقم 88 40 31 31. رحلة البحث عن الحقيقة لهذه الليلة تنطلق، وفيها البداية كالعادة تكون بتناول موضوع من الشأن العام، واليوم حبينا نحكيه على التوقيت الإداري الجديد في تونس بين التقييم الأولي، انتظارات بعض الموظفين ومطالبة آخرين بالتراجع عنه. في الشأن الخاص مترشح لاجتياز مناظرة وطنية بين فهمين متناقضين لقرار قضائي واحد، فأين الحقيقة؟ مستثمر يبحث عن أسباب عدم تمكينه من ترخيص لفتح محل للمرتبات والجهات المعنية توضح. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بنا الآن، انتم في متابعة عدد جديد من برنامج الحقيقة، والبداية تكون كما عودناكم بتناول موضوع من الشأن العام. نحكي اليوم على التوقيت الإداري الجديد واللي بدأ العمل به بعد الانتهاء من العمل بنظام الحصة الواحدة سيونس يونيك. التوقيت هذا اللي يقضي بالعمل 5 أيام في الأسبوع، راح السبت والأحد، لقى برشا انتقادات، فما شكون قبله فما شكون طالب بإعادة العمل بنظام الحصتين وقال بضرورة التراجع في هذا النظام. هل احنا بالحق في حاجة لنظام العمل 5 أيام؟ باش نشوفوا الموظفين شنو قالوا، راي المواطن في هالتوقيت الاداري الجديد، ونرجع باش نحكي باكثر تفاصيل الفصل. التوقيت الاداري الجديد 5 أيام عمل وراح سبت واحد، يساعدك كمواطن، يسهلك امورك، يعطل؟ والله كمواطن انا ما يخلقنيش، هو يخدموا 5 أيام ولا 6 أيام كيف كيف، انا ما يساعدنيش. علاش ما يساعدنيش؟ نشوف من مصالحي انا شخصيا، ما نعرفش الدوله يساعدها ولا، خاطر واحد ما عادش ينجم يقضي قضيته. احنا شلون كنا معاملين على الاداره على نهار سبت؟ اختي باش تقضي؟ ما عادش نجم. مادام الادارات الاخرين تسكر، مثلا البلديه تقام تسكر باش تطلع ورق ولا باش نمشي معناها عندك رونديفو نتاع السبيطار يقول لك لا احنا ما نخدموش. أنا ما تساعدش، فهمتني؟ كان قاعدنا نورمال خير. قبل معناتها الواحد كان معناتها نهار مثلا نهار السبت باش يمشي البوسطة مثلا يقضي حاجته وكل شيء، فهمتني؟ ويقضي حاجته ويروح. القرار الجديد يساعد المواطن خاصة بالنسبة للمرأة باعتبارها تنجم تخدم 5 أيام ونهار السبت تليها بشؤون المنزل وبالقاضية وبرشا حاجات. أنا شخصيا يساعدني 5 جور بار سيمين خير من نخدمو أيام الأسبوع كاملة. أنا ضد نهار بركة يز نهارين ياسر. كسبتوا حد ما تخدمش حاجة هين ياسر، فما فرق بين واحد يخدم معناها 6 أيام كاملين ونص نهار وقعد يخدم، سبتوا حد به سبتوا حد. بقينا فما قطاعات يتمسوا في نهار السبت خاصة تنقص عندهم الخدمة. فما حديث أنه باش تكون الراحة الأسبوعية بالجمعة مش بالأحد. احنا من اللي تربينا أختي، من اللي تربينا نعرفوا كان نهار السبت ولا حد، احنا كون جيت صعيبه شويه يعني شويه تولي جمعه وسبت ولا حد تخدم ما تصيرش. مفيد يبدا فما 5 جور كسو سوا السبت واحد والا الجمعه واحد، مفيد يبدا 2 جور بار سيمين سافا. انت كتعطيني ان سول ارغيمون علاش الراحه الاسبوعيه نهار الجمعه نمشي معاك. امور سياسيه معناتها عمرها ما تجي معناتها نهار الجمعه الراحه. احسن ما ثم كان يعمل احسن ما ثم بحكم الدوله الاسلاميه راحتنا نمر مو بالجمعه تفرغ على الاقل الديني واحد اكثر منه نهار لحد بالجمعه معنا الواحد يمشي يولي يمشي صلاه الجمعه فهمتني ويقضي برشا امور. انا معاه وانا ضد وكل واحد ورايه، فما شكون يقول نهارين راحه باهين، فما شكون يقول ما فماش علاش، باش نحكيو باكثر تفاصيل في التوقيت الاداري الجديد اللي في تونس خرح حيز التنفيذ في منتصف سبتمبر المنقضي. يحضر معنا السيد علي عبد الله استاذ جامعي وخبير اقتصادي، مرحبا بك. مرحبا. وبشي رافقنا على امتداد حلقه الليله من برنامج الحقيقه الاستاذ فريد نصري، مرحبا بك. شكرا. حبينا ناخذ موقف الاداره يعني موقف السلطه موقف الجهات الرسميه
علاش هل نحن بالحق في حاجة لتوقيت إداري؟ قمنا بإرسال مراسلة في الموضوع لرئاسة الحكومة لكن ما تلقيناش جواب. مش مشكل نحكي التوقيت الإداري جديد سي علي عبد الله بوصفك خبير اقتصادي. هل احنا في تونس بالحق التوقيت الإداري هكا يعني نخدمه خمسة أيام ونرتاحوا نهارين؟ حسب رأيك باش يكون عنده تأثير به على الأقل إيجابي على الاقتصاد؟ قولوا الاقتصاد لأنه اقتصاديا توا البلاد قاعدة تضلع شوي. في طرحك للسؤال تكمل إشكالية. علاش تكمل إشكالية؟ لأنه في الظروف هذه خاصة تمر بها البلاد ديما عندك في فترات تحولات يا ما تمشي في إصلاحات كبيرة ولا ما تمشيش. الإصلاحات الكبيرة تطلب معناها كيفاش نقولوا احنا تهدئة أوضاع، تطلب أريحية في التعامل مع المعطيات الاقتصادية، تطلب برشة تحذيرات، وهذا اللي مشات فيه الدول الكبيرة خذات من عرجات كبيرة. ناخذ مثلا شكون فرنسا في عام 97 و 98 معناها كيفاش نقصوا من ساعات العمل من 39 إلى 35 ونظموا أمورهم. احنا توا جينا في ظرف نتاع انتقالي بعد ثورة وجات كثرة المطالب الفئوية. كي مش تعمل انت اصلاح لهنا وعندك ضغوطات كل فئه تحب معناها كما نقولوا كي الغنيمه معناها تحاول انه اللي كانت تحب تعمله قبل ما نجبدوش تحب تحصله في الوقت هذا. هنا تولي المشكله مطروحه بالغلط على خاطر الاداره في حد ذاتها شنو هي؟ الاداره هي مكان يلتقي فيه معناها المواطن باش معناها يحاول انه كيفاش يلبي له خدماته وفي نفس الوقت الموظف اللي باش يلبي خدمات المواطن هذاك. الموضوع مطرح من جانب واحد وهو جانب الموظف، وحتى كي تطرح ما تطرحش معناها من جانب معناها الموظفين الكل وكنظرة كبيرة للبلاد. يعني ما تمتش استشارة على الأقل على مستوى على صعيد واسع معناها استشارة كل الموظفين شكون معاش؟ لا ربما صارت الاستشارة هي راه صارت معناها خدمة كبيرة. تبقينا في الوضعية نتاع البلاد هذية في مطالب فئوية كما يقولوا موظفين من جهة وراهم كما يقولوا النقابة نتاعهم وعندك مثلا صناعيين من جهة وعندك التجار من جهة وكل واحد يحاول أنه يتموقع وياخو معناها اش ينجم ياخو في معناتها هذاك. نقولوا نطرحوا الموضوع من جهة معناها الموظف يخدم خمسة ولا سبعة. هنا اشتر معناها الإشكالية برك هو مطروح. لكن خمسة وسبعة لخدمة شكون؟ خدمة المواطن. المواطن في خمسة أيام على سبعة وقت اللي هو مش قادر في أسبوع كامل ستة أيام. ينجم يجي في خمسة أيام باش يحقق له المطر نتاعو. إذا مش مطرحش من جانب هذايا برك. من جانب معناها الفئوي برك موظفين وشنو نحقوا احنا واحنا نخدموا برشا سوايع وصعيب علينا وكذا. لازم تكون منظومة إصلاح شامل. وهنا نوليو نخمو في البلاد ونخمو في الاقتصاد، اش معناه؟ لازم تهيئ الظروف. وكي تهيئ الظروف تاخذ معنا الاصلاح بكله، تولي الحلول تجيك، تجيك ليدك بسهوله، اش معناه تجيك بيدك؟ احنا اليوم خمسه ولا سبعه. إذا كنت المواطن كي حاجته بست ايام، نعطيك مثال بسيط. في الجهاز البنكي اللي هو معناها القانون هو بيده معناها في العمومي والخاص. بين نهار ست ما يخدموش كله. هذايا عباره كان حاجه مقدسه ولات في تونس. كي نمشيو لبرا احنا شنو نشوفوا؟ نشوفوا فما بنوك اللي مثال في حي كبير مثال عندنا زوز فروع ثلاثه فروع تلقى فرع يحل نهار السبت ويرتاح نهار الاثنين. والفرع الاخر مثلا يحل من الاثنين للجمعه. المهم مصلحه المواطن المهم ما تتعطلش. مش حتى في الاطار نتاع الخمسه والاربعين، زدناها من نهار، مشينا باش ماذا بينا كل شيء يكون مفتوح. الادارات مفتوحه على طول النهار. كل إدارة تنظم أمورها باش معناها واحد ياخذ سويعة من نص نهار مساعة وآخر مساعة مساعتين. المهم هو أنه قانون يحفظ حق الموظف إذا كان باش تعطيه 39 35 ولا غير، ولكن في نفس الوقت والأهم من هذا كل أن خدمة المواطن ما يزيدش فيها انتقاص. يعني خاصة أنه مسألة التوقيت الإداري الجديد ما كانتش مطلب شعبي. ما كانتش مطلب شعبي، هي مطلب معناها فئوي، قلنا احنا فئوي، لكن في الوقت اللي معناها بلاد صعيبه وضغوطات منا مشينا في الشيء هذا. والاكثر من هذا ان الفئه هذه ماهيش ممثله بنفس الكيفيه كما يقولوا في تونس العاصمه وفي الجهات، وهنا على جذور يعني الاشكاليه. يعني سي علي فما تغليب من الحكومه لمصلحه الموظف على مصلحه المواطن العادي. لا مش بالضروره، مش بالضروره، علاش؟ لانه هي باش تفسر هو ما كانش مطلب شعبي، تو بالحق حتى كي ندوروا في الشارع سفيري تنجم تشاركنا في الحوار، حتى كي ندوروا في الشارع العباد مازالت مش فاهمه تقول علاش؟ ما فماش علاش؟ ما فماش بالحق علاش؟ اليوم باش انه نجيو هكا ونقولوا لا باش نولي نخدموا خمسة ايام ما عادش ست ايام. اي ما كان لكن انت هذايا مشات دخل في معناها الحكايه مشات في مساله الاصلاح الاداري من الاول. والغالبيه الموظفين مشاو فيه، مشاو في الخيار هذايا. اصلاح اداري هذا
علاش قلت لك فما تغليب لمصلحة الإدارة ولمصلحة الموظف على مصلحة المواطن العادي. يعني هما توا كي يتم معناها التداول علاش يقولوا مثلا التوقيت الإداري هذا جديد باش يوفر لنا نحو 2.5 مليارات سنويا كلفة التنقل واستهلاك طاقة. يعني باقي يخموا ربما تم معناها التفكير في ما نقولوش المصلحة العامة ولا المصلحة خلينا نقولوا الرسمية معناها المصلحة الحكومية. سي فريد هو راهو ابدا من حيث انتهى معناها علي. الاستاذ علي منذ حين في كلامه اللي فيه جانب كبير من الصحه، لانه اليوم مشكله التوقيت الاداري هو راهو مش ماهوش اشكال جديد وماهوش مطلب جديد، هو مطلب قاعد معناها يتخمر عنده سنوات وسنوات عديده جدا وماهوش غريب، لانه جانب كبير من القطاعات دخلت في هذا المجال منذ حين، شركات التأمين، قطاع البنكي، قطاع الضمان الاجتماعي، عديد المؤسسات الكبيرة الخاصة، يعني بقى كان فئة معينة من الموظفين واللي هي كان المطلب متاحة، لأنه في نهاية الأمر نحن ننظر إلى العمل حتى من الناحية الفلسفية. العمل هو شنو؟ هو باش يحقق كرامة الإنسان ويحقق الحاجيات متاعه ويضمن له الراحة زادة كذلك. الانسان اللي يرتاح نهار يقول لك انا ما نفهمش روحي، وهذا ناخذوه من الناحيه الاجتماعيه، يقول لك انا كانت تعطيني يوم فقط راحه اللي هو يوم الاحد، نهار السبت يكمل مع نص نهار مع ماضي ساعه ما وصل للدار وكان ثلاثه ما ارتاح الى اخره، جاء نهار الاحد ما يرتاحش فيه، يقول لك انا نحب ناخذ معناها كيما البلدان المتقدمه. علاش ما علاش نحن نقولوا لا هاي فرنسا والمانيا والدنيا كل البلدان كل يرتاحوا في نهارين، لكن الفرق بيننا وبينهم انه المطلب هذاك كان ضروره ملحة للعوامل الاقتصادية، كان ضرورة مطالب شعبية تخمرت قادت إلى أن أصبحت مطلب وقع تجسيمه في الواقع، إلا أنه الإنسان معناها المواطن الأوروبي وقت نقوله يخدم حتى لنهار الجمعة يعني يخدم حتى لنهار الجمعة ورونتابيليتي نتاعو المال التجاري والمردودية نتاعو بالحق. نحن نزور ونمشي ونشوف المؤسسات البرة المستشفيات الإدارات تمشي لنهار الجمعة يخرج الخمسة غيدرش تلقاه موجود ويخدم إن فوا توصل الخمسة بالضبط يوقف وقت العمل نتاعو، وهذه المردودية، ويقول لك وقتها أنا نرتاح جو في لو بلان خمسة أيام كاملين نخدم فيهم كما يجب ونحقق معناها كل الحاجيات للمواطن وحتى يحقق الحاجيات اللي هو، ولكن عنده الحق في راحة يومية. نحن العكس، هل أنه نشوفه هل أنه الخمس معناها نهارين راحة يحقوا راحة ولا لا للمواطن ويحقوا له راحة؟ راه شوف هو كيما إيكواسيون معادلة، هو مش راحة بركة راهو سي فريد، وقت اللي نحكيو احنا على الموظف لا ثم نواحي الاقتصاد، الموظف هو إنسان عادي، هو مواطن عادي الحال. ماذا به يستغل يوم الراحة نتاعو باش يقضي شؤون أخرين. احنا هنا شنو عملنا وقت اللي أنا نسكر معناها كل المؤسسات تغلق مع بعضها نهارين سبت واحد، يعني انا حتى انا كعامل في البنك باش نمشي نستفاد من نهار السبت يولي لي يوم راحه، مثلا انا في مثلا في وزاره نخدم نحب نستفاد من نهار الراحه نتاعي باش نمشي نقضي شؤوني نهار السبت، باش نلقى كل هذا نرجع علاش يجب ان يكون هناك اصلاح اداري، نرجع للموظف باش يولي يهرب قبل الوقت ويسرق ساعه من الفطور وساعه من العشيه. هنا راهو لازم تتحل المشكل في منظومه اصلاح كامله، واشار لها توا السيده معناها الاستاذ علي منذ حين، لانه عندما نتحدث عن القطاع البنكي انا نلقى اونديكاب، نلقى معناها نهار السبت ساعتين نهار السبت لحد ياسر باش نجم المعاملات البنكيه، هو شي زمنا نحقه راح المواطن هو يحب معناها خمس ايام عمل نجمو نعملوا خمس ايام عمل ونهار السبت نستخدم، تقول لي انت كيفاش نجم اذا اللي يخدم نهار السبت يرتاح نهار الاثنين مثلا في القطاع البنكي، هناك بنوك بنك على ثلاثة ولا على أربعة يخدم منها، القطاع الضمان الاجتماعي للمؤسسات معناها الاسيرونس معناها نتاع التأمين، يجب أن تؤمن الأعمال البريد كيف كيف. يعني أنا وقت نرتاح باش نقوم بالحاجيات نتاعي يوم السبت نلقى كل الحاجات، وهذاك عون البريد أو اللي يخدم في البنك هو بيدو كيف ما أنا نخدم خمسة أيام وهو بيدو يخدم خمسة أيام ويرتاح مثلا نهار اثنين. وهنا علاش نقولوا هالمطلب هذا ما يكونش اعتباطي، يكون في شكل منظومة إصلاح إدارية شاملة. وعندما نتحدث على التوقيت الإداري راهو ما يجيش من فراغ، يجي بعد دراسة سوسيولوجية ودراسة اجتماعية ودراسة اقتصادية ونوصل الحل هذا يكون كنتيجة، ما يكونش كمنطلق هات نبداو به ومن بعد نخمو شنو التأثير على الناحية الاجتماعية على الناحية الاقتصادية، لا هو يكون نتيجة، ما يكونش نقلبوا معناها المنظومة، لازم نبداو فيها نبحثوا
وننظر في المسائل الاجتماعية، المسائل الاقتصادية، المسائل السياسية كلها، ثم ننتهي في خلاصة هذا الأمر إلى إصلاح إداري يقتضي فيما يقتضيه توفير 5 أيام عمل دون أن نمس من النمط معنى العيش للمواطن. هذا كيفاش تفسر استاذ علي؟ كيفاش تفسر ربما ما قامت به بعض الجهات خاصه في الجنوب التونسي، قبلي توزر قفصه، يعني برشا موظفين عملوا وقفات احتجاجيه ووصلوا كتبوا عرائض وانضموا عليها للمطالبه بالتراجع عن التوقيت الاداري الجديد. هذا هو المشكل، هو معناه ديما في المفاوضات، المفاوضات عندنا مشكلة المركزيه، كل شيء يتم معناه في المدن الكبرى في العاصمة، وفي العاصمة معناه إذا كان مش ناخد توقيت الإداري نحن حينا معناه مشكلة إدارة، خلينا مشكلة معناها ولا مشكلة موظفين، موظفين الهيكل الكبير وكل وين في العاصمة. إذا معناه وجهة نظر اللي باش تغلب في المفاوضات هي وجهة نظر معناها المركزية اللي العاصمة والمدن الكبرى، ما تاخوش بعين الاعتبار الجهات. مثلا اليوم نعطيكم مثال، في بعض المؤسسات التربوية نهار السبت ما تلقاش إدارة، وقت على قدر لا اقل مشكله ما تلقاش شكون، تلقى اعوان مثلا الحراسه والتنظيف، اعوان الحراسه والتنظيف هم باش يحلوا مشكله نتاع مثلا مؤسسه جامعيه نهار السبت لا قدر لا جاء اجتماع ما بين طلبه وما افضاش افضل نتائج خايبه. ربما من هنا من هنا يعني سامحني نقاطعك، ربما من هنا فما دعوات كبيره لضروره ملائمه التوقيت المدرسي والدراسي مع التوقيت. هو بصفه عامه التغليب، سامحني كمل الفكره، هو تغليب النظره هذه نتاع الفئه الكبيره المركزيه ما تاخذش معنى اعتبارات حاجيات الجهات وحاجيات المؤسسات حسب الحجم نتاعها، كبر ولا كبيره صغيره متوسطه، حسب معناها فهمت كيف كيش معناها ملائم توقيت مثلا بين المدرسي والوظيفي، معناها ربما حتى الاطار بكل مش متوفر، معناها المطاعم في بعض الجهات، الكونتينات الصغار، النقل، فهمني مثلا فما في بعض المناطق ناس حتى طلبه وتلامذة يمشيوا 20 30 كيلومتر، دونك اذا كان معناها في دار ما يساعدهمش الامور هذه. يعني بصفه عامه اختصرنا اختزلنا موضوع الاصلاح الاداري بكل هو الاصلاح الاداري والاصلاح في حق لصالح الموظف، ونسينا معنا الجهات ونسينا الاداره بصفه عامه ونسينا المواطن في تواصل الخدمات. يعني نقولوا اصلاح اداري التوقيت إداري يعني يلزم الإدارة، الإدارة لازم تكون بصالح المواطن وقتها بكله محلول، وبعد ذلك الموظف عنده قانونين يخدم 39 40 48 5 أيام، هذوكم يلزم يتبرمجوا ويتنظموا على حساب حاجة البلاد. إيش معناه؟ معناها تو نجم أنا نجمع، اللي نجم يخدم 6 أيام على 7 نجم يخدم، ولكن نجمع له الأوقات الزايدة نتاعه، وبعد في عطل العطل ياخو جمعة ولا في الشهر ياخو نهارين كي موجود لبرا. تو البرا موجود مثلا وقت فرنسا عملت هذه تنقيس من ساعات العمل سموها الارتيتي، معناها يلمهم للكل ولا تحركت حتى السياحة الداخلية. إذا احنا ما من 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 عملوش نجمعوش الأمور هذه، ولا واحد كما نقولوا احنا إنسان مش حتى معناها موظف مثلا في الجامعة، نقولوا احنا يجي يبدا مثلا 7 باش يحضر ويريقل كل شيء، نجم يخرج ساعة ساعتين قبل الآخر ياخذ ريليف عليه مثلا 10، يعني كل إدارة نعطيوها الإمكانية باش أنه تنظم وقت على أساس الأسبوع كامل يكون مفتوح باش نستخدم روحها، ونهار يتوال معناها في الحضور نتاع الإدارة، وحق الموظف انه باش يخدم معناها 5 أيام يخدم 5 أيام. خلينا نكون واضحين، ربما ما تشوفش اللي بالحق تم تطبيق التوقيت هذا الجديد بصفة عشوائية وبصفة اعتباطية، يعني خاطر في وقت ما برشا حكينا على الإصلاح الإداري وفي الاخر اختزلنا الاصلاح الاداري في تغيير التوقيت نتاعو. هذيك المشكله، معناها قلت لك معناها في ظروف انتقاليه باش تعمل اصلاحات كبيره صعب صعب جدا، علاش؟ لانه العقليه محكومه انه ما دام فتره انتقاليه يلزم ناخذ بلاصتي. بعباره اخرى اذا كان تركح البلاد باش نعمل مفاوضات جديده باش الايامات هذوك اللي 20 سنه كما تفضل السيد معناها يختمر الموضوع، اذا كان باش نعدي العامين هذوما ثلاثه نتاع فتره انتقاليه وما ناخوش ما نحسمش فيهم، ربما تصعب علي المهمه، وهذا مش في التوقيت الاداري، في البلاد كلها فما مفاوضات وفما معناها حكومه حسب امكانياتها وفما اتحاد حسب امكانياته وفما شعب قاعد معناها يتفرج في المشهد كما نقولوا احنا، والعركه الكل في شيء هذاك. ملاحظة أخرى تعرضت لها أنت منذ حين، راهو بالنسبة للإصلاح الإداري والتنظيم الأوقات الإدارية ما نختزلوش في 5 أيام فقط، ثم مشكلة أخرى ما تعرضنا لهاش وهي مشكلة الساعة في التقسيم عمال اللي كان ياخذ ساعتين مثلا من نص النهار، وهذا علاش اللي خلقت إشكال في الجهات.
لانه راه فرق بين وسط العاصمه، وسط العاصمه تعطيه ساعه ولا تعطيه ساعتين كيف كيف، لانه ساعتين ما ينجمش يرجع لدارو ولا يروح بولاده. بينما في داخل الجمهوريه وفي المدن الصغرى الناس كلها متعود على انه يروح تفطر ويرتاح ويعاود يرجع ويرجع في وقته، وهذا خلق ازمه كبيره عند الناس هذوما، لانه يتعدل المدرسه يروح بس اكيد اكيد اشياء يقلون في داخل في داخل البلاد. الناس ولات ولات عندها اشكال كبير، لانه الساعه هذيك وين باش يعديها؟ كان باش يروح باش يرجع بعد الوقت، وكان الساعة وكان الساعه كرستيرونات وكل مطاعم ما ثماش انفراستركتور كيما موجوده هنا في وسط البلاد، لانه في وسط البلاد في وسط المدن الكبرى نقول على الاقل حتى في وسط البلاد راه برا شوفك الساعه المطعم يبدا الصف واحد ما عادش يقدر ديما اهون ديما اهون في وسط البلاد اهون، ثم المرافق اللي ريستورون معناها المطاعم في كل مكان، لكن انت خذ جهات الاخر ما تلقاش ما هو متوفر فيه هنا، هيك علاش خلق لهم معناها الاشكال هذايا من ناحيه يعني الانسان يقعد مربوط حتى هذاك راهو نفسانيا معناها يتعب الانسان، معناها الساعه هذيك ما يلقى روحه مربوط ما يعمل حتى شيء، كي باش يرجع يخدم يتشنج ويتعب نفسانيا وما يقدمش المردود اللي حاش به. المردود اللي حاش به. احنا كان بودنا يكون حاضر معنا طرف اداري رسمي باش يعطينا ربما بكشي هو الاداره التونسيه والا الجهات الرسميه عندها مبررات في قرار هذا التوقيت الجديد. يوم الجمعه معناها لانه يصبح يوم معناها حتى في. نرجعوا نحكيوه بكشي احنا ما نعرفوش عليه بوصفك خبير اقتصادي. وبرشا حديث على انه فما ربما خزينه الدوله مش نقولوا باش تنتعش، لكن الخمس ايام باش يربحوها شويه فلوس على الاقل سنويا مثلا، بالحق باش نجم يكون التوقيت الدرجه هذايا عنده اثار اقتصاديه ايجابيه على الاقتصاد التونسي؟ ايجابيه لحد الان ما نصورش، توا الفتره دي مش تساعد فتره سلبيه، لانه كله معناه الناس مش رايحه ومشاكل ومش الامور مش باش تمشي بالكدا. شنو وقتاش يولي عنده؟ لانه هو كما نقولوا المسائل من واحد ما عنده ما نجموش نحصروها بطريقه كميه نعطوا ارقام واحد، لكن انت عندها تاثير غير مباشر ايجابي وسلبي. وقتاش يكون ايجابي؟ وقت معناها المنظومه كلها تتحرك، وقت لي انا المواطن اللي عنده ملف ينجم يقضيه من 8 نهار 2 8 نتاع الصباح لنهار السبت ما عرفش انا وقت يقضي اموره، معناها انت باش تعاون باش تسرع معناها الحركه نتاع المصالح نتاع المواطنين ومصالح المواطنين تحرك البلاد، وبعد ذلك اذا كانت تعمل تجميع نتاع الساعات الزايده والايامات وكذا تحرك ربما سياحه داخليه تخلي معناها ترفيه، اذا معناها تمشي كعامل دفع. اما اذا كان باش تعمل بطريقه هذية واذا كان الناس الكل معناها دي الادارات الكل تسكر نهار السبت وتولي تحصر معناها توقيت اداري اللي هو الناس مش قاضيه امورها في ست ايام، فما بالك انت باش تقضيه في خمس ايام، هنا بشويه معناها تصعب الامور، خاطر باش تعطل الحركه الاداريه باش تعطل مصالح الناس، فهمتني؟ احنا هنا هذاك علاش قلت لك المنظومه بكلها نجم نمشيو حتى في الجهات معناها اذا مشكل كبير غد داخليا نجموا علاش نمشيو اكثر من هكا الموجوده في البلدان الكل على خاطر نحطوا مصلحه المواطن، علاش ما نعملوش احنا مجمعات نتاع خدمات للمواطن، فهمتني؟ علاش هذه ستاج لازم تحل وحدها والصوره تحل وحده وغيره وكذا كذا، نعملوا مجمع كامل مجمع صغير معناها شبابيك مفتوحه فهمتي ولا والناس الكل تجي تقضي امورها. تصور انت اليوم مثلا في المناطق الداخليه ناخذوا مثال بسيط الكنام. الكنام معناها معناها موجود دائما في مراكز الولايات. إذا كنت المواطن اللي بعيد على الولاية ب 60 و 70 كيلومتر معناها ربما ساعات يسترخص في النهار باش يمشي يدفع بطاقة نتاع علاج ربما فيها 30 و 40 دينار. يسترخص هو وياخو نقل وياخو نهار وكذا باش يدفع، علاش من كي باش تحب نمشي في الأمور هذه لازم نحاولوا نقربوا الخدمات من المواطن أكثر ما يمكن. لانه حتى ولو ما عملناش اصلاح اداري هذا هو اليوم باش تحب تنافس الدول الكبرى وتربح في الانتاجيه نتاعك لازم تمشي في الخط هذا، فما بالك اذا كان احنا مش ردوا الخدمه نتاعنا من 6 ل 5 ايام. هاك علاش قلنا بكري طرحنا موضوع بالمقلوب، اذا معناها الاصلاح هذا الاداري ذاك بالشكل هذايا نصور لحد الان معناها ربما مش تكون فتره نوعا ما متوسطه انه تكون عنده معناها سلبيات، على خاطر معناها مادام طرح اشكاليه نتاع تنظيم وهذا كل ماهوش باش يسهل معناها خدمات المواطن، ماهوش يسهل معناها ماهوش باش يدفع بالحركه الاقتصاديه. وقتاش ينجم يكون؟ وقت تجي معناها تساندوا اجراءات اخرى. مثلا كما قلنا احنا مثال مساله تجميع الاوقات تاع العمل من ساعات معناها اضافيه من ايام اضافيه. ومع تمديد الوقت في العمل الاداري ونحاول اكثر منكم مؤسسات نجم تخدم نهار السبت، وقتها المواطن ولو عنده مرتاح ويرتاح خمسة ايام ربما موظف ويقضي قضيته معناها على ستة ايام، وقتها تولي الامور تمشي نتاع البلاد نتاع المواطن ويولي طلب يمشي ربما سياحه داخليه والى وما الى ذلك. مش ممكن لو كان فكرنا والا عملنا توقيت اداري خاص مثلا حسب المناطق ولا حسب القطاعات ولا كله معناها ممكن، باقي كان ينجم يكون مجدي اكثر حسب رايك؟ شيء طبيعي، اما كما حكينا بكري
اللي هي هذا الإصلاح جاء في إطار مفاوضات اجتماعية، ومفاوضات الاجتماعية معناها نشوفوا معنا الثقل الوظيفي في المركزية، والمركزية ما تمثلش وجهات النظر نتاع الجهات، حتى لو أنه تمت استشارة وتم معناها معناها كيفاش نقولوا ربما تصويت على في الاتجاه هذا، فيثقل المركزي في تونس العاصمة هو اللي مش يطغى على الكل. أستاذ فيلي، أنا ما راش الكلام معناها المواقف نتاع الجهات، رو عندما تحتاج الجهات ناخذ جهة مثلا صار فيها احتجاج حول التوقيت الإداري الصحيح، ما عنيش هذا أنه كل الناس في الجهة هذيك غير موافق، لأنه الغير موافق هو اللي يحتاج، ولكن الأغلبية الصامتة تكون تنجم تكون موافقة على التوقيت الإداري. هيك علاش يجب أنا نقول رأوا الإشكال مش مطروح في 5 أيام 6 أيام، مطروح في منظومة إصلاح إداري شامل. نعم. إذا ما تنطلقش القرارات هذه من نهاية هالمنظومة هذه الكاملة، أنا أعتقد أنه مش توصل النتيجة معنا صحيح. فما كلام قاعد يتقال حول مسألة اعتماد التوقيت الصيفي على امتداد السنة كاملة. نعم، هنا ولينا نشينا في المزايدات. احنا الصيفي معناه يتعبنا برشا في تونس، تعبنا من ناحية الانتاجية، فما بالك إذا كان معناها سنة كاملة. هذه يعملوا فيه في برشا بلدان مشرقية، معناها خاطر عندهم أريحية مادية وغيره، احنا نخدموا نهار ويعجناش في تونس. أما المشكلة هي كما قلت لك كما تفضل السيد، معناها أنه هالأرضية بكل لازم تكون في الاتجاه، ما ناخذوش الموضوع من جانب واحد، من جانب الموظف. الموظف أخويا حقوق محفوظة، تحب خمسة تخوم وقت تحب، ولا 39 ساعة ولا 35 ولا هم. المهم نحاولوا توفر القانون هذا أنه نعطيه معنا بعض الصلاحيات للإدارات الجهوية، أنه باش معناها توقع عملية معناها ربما استشارة محلية، باش الناس ربما تتصرف في إداراتها حسب كل جهة وحسب حاجياتها، نعطيه بعض التسهيلات باش ينظموا أمورهم، ما خلوش معناها قانون هكا صار لازم هكا لازم هكا. كما هو معناها يتطبق على الكل بنفس الستاندرد. اذا كان في جهه معينه نجموا مثلا ناخذوا ساعتين ونزيدوا ساعه، علاش لا؟ اذا كان معناها الناس مش كما العاصمه يا اخو، ربما ما يخرج من بيرويه ويوصل داره كان ساعه وساعه ونص. اذا كان في جهه هذيك معينه، اذا كان الانسان يخدم في بلديه مثال في منطقه في معتمديه معينه باش يروح على ساقيه لداره، واذا كان يحب ياخذ ساعتين ويكمل مثلا 6 في 5، علاش لا؟ مش بالضروره معناها الكل تروح على 5:30 ولا 6:15 ولا غيره. هنا لازم خاطر ما نجموش نقعدوا ديما باش نكسروا سلاح ونرجعوا تاني، نحاولوا ان النواقص هذوك نحاولوا كيفاش نعملوا لجنه، ونحاولوا كيفاش نعطيو مع بعض الصلاحيات للجهات وللادارات الصغيره شويه، يعني نوع من اللا مركزيه، باش كل جهه وكل منظمه وكل مؤسسه تشوف وين مصلحتها. يعني نخافوا ندخلوا في مشكلة أخرى، وهي مشكلة عدم تطبيق المساواة بين الجهات، وغادي تبحر عاد اللي قاعدين نشوفوا فيه توا. أنا ما نصورش كان باش نخصوا مثلا الجهات ونعطيوها هامش من الحرية في التقويت، أنا ما نراش. لا أنا رأى أنه القانون معناه حتى الولايات أو حاجة من النوع هذا، أنا رأى أنه شوف يجب تطبيق مبدأ المساواة، إما نختاروا النظام على الناس الكل أم لا، لانه راه باش يخلق لنا اشكالات كبيره. لكن مدى جدواه سفريد، سفريد مدى جدواه تو يطبق على الناس الكل، لكن وقت اللي ما يكونش هذاك القانون روتابل للناس الكل. القانون شوف القانون يجي للناس الكل، ينجم يظلم عباد، وكل قانون خذوا شوفوا المبدا نتاعو هي الشموليه العموميه، انه يكون القاعده القانونيه. انت تحكي على المساواه يا سفريد، هو التوقيت ماهوش قاعد مش مراعي المساواه، فما برشا ناس تخدم او التعليم يخدم السبت. هذاك علاش استثناوا بعض استثناوا بعض القطاعات. لا لا استثناوا بعض القطاعات، يعني الاستثناء موجود، مانيش نحكيو على قانون يطبق على الناس الكل. شوف راهو الاستثناءات هي من روح القانون، هي بيدا، لانه عندما نتحدث على كل مبدا في القانون اذا ما يكونش هناك استثناء ما نجموش ناكدوا المبدا. هناك قطاعات ما تنجمش ترتاح، انا نقول الامن او الامن يخدم 24 ساعة، ما فماش هذه يخدم 5 أيام ويرتاح، لكن الشخص هو يخدم، المواطن ينجم يخدم معناها العون ينجم يخدم مثلا ينجم يخدم 5 ساعات، اما بالنسبة لي يجب ان يكون في تواصل دائم. الصحة كيف كيف، ثم القطاعات ما تسمى بالقطاعات الحيوية دائما وابدا المستثنات هذه رأيي. من المساواة خلينا نمشيو احنا للانصاف، برشا ناس شكرت التوقيت هذا وقالت شيخين سبت وحد مرتاحين، عندنا وقت لصغارنا خاصة النساء أكثر، معناها حتى الرجال لقاو رواحهم متفردين أكثر سبت واحد في الدار مرتاحين، هو فيه إيجابيات؟ ما نقولوش ياسر متشائمين. لا أكيد فيه إيجابيات، هو كل قرار أو اتخاذ قرار فيه إيجابيات وفيه سلبيات. نحن نرى أنه كل القرارات المصيرية بشكل هذا يجب أن تكون مؤسسة من معناها مؤسسة بالحق بعد الدراسة. نرجع ديما لنفس اللي قلناه من الأول، باش نحقوا أكثر ما يمكن من الإيجابيات ونتلفوا السلبيات، لأنه إذا نحكيه على 5 أيام ونهارين راحة هنا باش نشتو. أنا أعطيك مثال،
مثلا قطاع النزول او السياحه الداخليه نجم ينتعش بصوره كبيره اذا باش نوليو نحكيو على 5 أيام راح، لانه المواطن يصبح عنده يومين ينجم وقتها السياحه الداخليه نجم من نهار الجمعه في الليل نجم يمشي يعمل ان ويكاند بخولونجي في النزول وتدور الدوره معنا الاقتصاديه. كل قرار هو فيه ايجابي وفيه سلبي، لكن علاش انا نقول انه يجب ان تسبق هذه القرارات دراسات معمقة. شموليه معمقه لكي نذهب في اطار الايجابيات اقصى ما يمكن ونتلافى السلبيات اقصى ما يمكن. على ذكر نهار الجمعه فكر قبيله اللي فما التفكير على انه يكون يوم الراحه الاسبوعي هو نهار الجمعه. اي هناك مطالب، هناك مطالب في دون سو سونس لا، ثم ناس تقول لك علاش ما نرتاحش نهار الجمعه كيما البلدان المشرقيه، لكن شوف راه هو كل واحد كيفاش يراه. الخميس وجمعه يولي خميس وجمعه بطبيعه الحال، يولي خميس جمعة. ثم شكون يقول لك يوم الجمعه هما يوم معناها فيه الطقوس الدينيه ويحبوا يصليوا صلاه الجمعه ويحبوا الناس معناها ترتاح وثم مطلب، ثم فئه من الشعب ترى انه هناك، ثم العباد الاخرى يقول لك لا نحن تعودنا بالسبت ولحد خلينا السبت ولحد لانه اصبح في التقاليد نتاعنا. ونحن تعرف الخصوصيه نتاع تونس ديما مربوطه بتونس، راهي جات بين البنين بين افريقيا وبين المشرق وبين اوروبا، اقرب لاوروبا من ان ارتباطنا بهم. شريك اقتصادي معناها ونتعاملوا برشا مع اوروبا، وقت اللي يولي عليه الراحه الاسبوعيه في صوره ما تمت اقرارها خميس وجمعه، ما تشوفش لو اقتصاديا هذه علاقتنا مع خاصه البلدان الاوروبيه تنجم تتمس؟ يعني تولي عنا احنا راحه نهار الجمعه، هما يلزمهم يجيو لتونس نهار الجمعه مثلا يخدموا كيف؟ اذا ثم اشكال كبير، ثم اشكال كبير خاصه في المعاملات، لانك هو ياخذ سبت واحد وانت خميس وجمعه وانا 4 أيام باش تلائم فيهم، معناها ربما كماندا باش تدخل وكماندا باش تخرج وكذا، فهمتني؟ هذا ياثر برشا معناها، فهمتني؟ مش كما الدول الاخرين، الدول المشرقيه عاده ما عندهاش مشكله. علاش؟ لانه انتاجها واضح وتصديراتها واضحه، بترول يخدم 24 سبت حد واحد، اما احنا معناها النسيج الاقتصادي نتاعنا متنوع وفي كل مجالات. اذا كان انت مربوط بنسبه معناها اقتصاد بنسبه 80% ما تنجمش تاخذ قرار انك معناها باش تعمل ديكالاج كما نقولوا احنا في التنظيم تاعك باربع ايام، هذايا معناها عنده تكلفه كبيره برشا، فهمتي؟ بالعكس معناها احنا نحاولوا نقرا، اما كما قلت لك الموضوع هذايا ماذا بينا نبعد عليه توا، خل البلاد تركح ونعمل دراسه شموليه ونشوف الامور الكل في البلاد، وبعد هذيك نحب نرجع لو سمحت على فكره القانون. هو تو في البلدان المتقدمه بكل، حتى كي نحكيو على قانون الشغل نحكيو من جهه معناها حق معناها الموظف ولا معناها حق المؤسسه. اي معناها ما نركزوش معناها على 5 أيام 6 أيام سبت حد، هذيك تبقى امور داخليه تنظيميه، ساعات العمل. ساعات العمل. وهذاك علاش هنا احنا لو كان شنو قلت انا لو نعملوا بعض معناها المرونه حسب معناها المؤسسات حسب وضعيات النجم ربما نربحوا نتفاداو بعض النقائص، وحتى تاثير على السياحه الداخليه ماهوش بيجيب سبت حد راه خاطر اول حاجه محكوم فيها الدخل نتاع التونسي، اما يجي ربما وقت نجمعوا له الايامات نتاعه، وقت نجم هو مثلا في الربيع وفي الشتاء ياخذ جمعه مع صغاره، وقتها تكون افيد للصغار وافيد حتى للسياحه. يوقع التجميع نتاع الساعات الاضافيه والتجميع، هذا كله معناها اش قلت لك منظومه كامله. لو كان معناها الجانب القانوني نخليوه مربوط بالساعات والتنظيم، ونحاول نوجدوا سبل اخرى من المرونه باش معناها نسهلوا، خاطر كما قلت لك ما عندناش وقت، واحنا مشينا في اصلاح في ظرف صعيب، لو كان نزيدوا معناها نركزوا كان على الجانب السلبيه ونرجعوا ثاني ما عملنا حتى شيء. فقط باش ناخذ ما عندك في كلمه، لو انه تقريبا شر على اقرار هذا التوقيت الاداري الجديد، اما بوصفك خبير اقتصادي تنجم تنجح في تونس تجربه هذا التوقيت الاداري؟ تنجم علاش؟ تنجم تنجح؟ أيه. ممكن توفر اذا كان مهندات نجاح تنجم تنجح. ما زلت ما توفرتش. هو النتائج نتاعها ما نشوفوهاش توا راه. ناخذ وقت ونشوفوا ونجم يقع التراجع فيها اذا معنا ما حققتش ما معنى الاشياء المرجوه منها تنجم يقع تتراجع. تنجم تتراجع بطبيعه الحال. تنجم تتراجع، وانا نتمنى انه مساله الاصلاح الاداري لا يتم اختزالها في اقرار توقيت اداري جديد. يعطيك الصحه، خاصه انه ما عندناش وزير نتاع اصلاح اداري. ما عندناش وزير. ما لقاوش. وانا ما فماش شكون قادر على بالحق اصلاح الاداره يعني من الامور من الصيف المساله هذه معناها قعدت مع سي محمد عبو الله يهديه فبدا بدايه باهيه كنا نتمناو انه يوصل في المجال نتاعو ربما عجز على الفساد اللي في الاداره التونسيه تحب له شويه وقت. سي علي عبد الله الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي شكرا لك على الاضافه اللي قدمتها لنا. شكرا لكم. نذهب الى فاصل ثم نعود.
مرحبا بكم من جديد. ومن الشأن العام باش نمشيو للشأن الخاص وباش نتناولوا مشكل تعرض له أمير بن صالح اللي اجتاز مناظرة انتداب أستاذ مساعد للتعليم العالي في تسيير المؤسسات الرياضية. المناظرة هذه نتائجها خرجت مش لصالح أمير، فشك في الأمر رفع قضية للمحكمة الإدارية التي قضت بإبطال نتائج المناظرة هذه. رئيس الحكومة تخرج بلاغ تقول أنه من حق أمير أنه يعتبر ناجح ويجتاز المناظرة هذه، إلا أنه وزارة التعليم العالي تتمسك بقرارها وتقول أمير مطالب بإعادة اجتياز هذه المناظرة. بين المفهومين هذوما للحكم الواحد قعد أمير في حيرة. باش نشوفوا أكثر تفاصيل في هذا التقرير ونرجع للحديث حوله. عام 2008 وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارة الرياضة والتربية البدنية قررت باش تفتح خطة لانتداب مساعد التعليم العالي في التصرف الرياضة. دونك شاركت أنا في المناظرة هذه. كي خرجت النتيجة ما نجحتش. دونك طلبت وقتها من وزارة التعليم العالي ديما في نطاق ما يسمح به القانون باش يفسروا لي علاش ما نجحتش. ما جاوبونيش بكل. مشيت وقتها قدمت قضية في المحكمة الإدارية نطعم فيها في قرار عدم الانتداب نتاعي اللي ما انتدبونيش انا واللي السيده اللي نجحت هي سيده مختصه في الرياضه. ربحت قضيتي ابتدائيا، ربحتها في 2010 حكمت المحكمه بالغاء قرار عدم الانتداب. وزاره التعليم العالي ما عقبتش ولا الحكم حكم بات. المسؤولين اللي فيها قال لك احنا الحكم هذا يتنفذ بطريقتين، اما بالانتداب او بإعادة المناظرة. قبلت مكره أخاك لا بطل باش نتبع الغادي وميم طون نقعد نحاول ناخذ حقي من طريقة أخرى معناها أون باراليل. مشيت عملت المستحيل باش خلطت في الديلي صبيت، وكي صبيت آخر يوم صبيت أنا وحدي نصب معايا حتى هو الأدهى أنهم هما المناظرة فاتحينها لكل من لم ينجح عام 2008. والسيدة اللي خذت البوست في بلاست زورا نبهتان أنا هذيك قال لك هذيك حقوق مكتسبه ما عادش تمس الى ابد الابدين. دونك اسرق وقتك وطرفك وحتى حد ما عاد ينحيلك بلاستيك. انا اونتر طون شكيت لوزاره رئاسه الحكومه وقتها الوزير المكلف بالوظيفه العموميه هو متكفل بالموضوع هذا حلوا بحث وخلصوا الى انه تنفيذ حكم المحكمه الاداريه في حالات مماثله كهذه يكون بالانتداب حسب القانون وحسب فقه المحكمة الإدارية. رئيس الحكومة في 19 مارس 2012 بعث مراسلة وزير التعليم العالي يعلم فيها أنه المقصود بقرار إلغاء عدم الانتداب هو الانتداب، ويقول له البروسيدور أسويفر باش يقع انتدابي في كمساعد التعليم العالي في التصرف الرياضي. وزارة التعليم العالي كوسط المراسلة نكرت فيها وقالت ما فهميش منها الحكاية. قال لك هذه ما عندك ما تعمل بها. الكونكور كان يتعدى 23 سبتمبر 23 مارس 2012 ما تعداش 23 مارس 2012 ما صار حتى شيء. من بعد بعثولي في أفريل قالوا لي فما لجنة باش تعدي عيطولي باش نبدي رأيي. لا باش نبدي رأيي في اللجنة هذه حسب القانون، ما هو يلزم يحترموا الإجراءات. باش نبدي رايي في اللجنه، ابديت رايي في اللجنه، اللجنه هي خلاوا لي اللجنه نتاع 2008 وبدلوا رئيس اللجنه. هي قداش فيها اللجنه؟ فيها 5 من الناس. دونك رئيس اللجنه بدلوه والاربعه من الناس الاخرين خلاهم. انا الاربعه من الناس الاخرين شاكي بهم وما تبعهم قضائيا. في حاله واحده قلت لهم انا نقبل انكم تكونوا بصدد تنفيذ مراسله نتاع رئيس الحكومه. هذا جاوبتهم نهار قبل ما يوفى شهر افريل 2012. من شهر افريل 2012 اليوم الناسي هذا فما حتى خبر. عملت قضيه في التدليس ضد رئيس اللجنه وضد كل من سيكشف عنه البحث
بما انه التدليس ظاهر في الورقه. فيما يخص ورقه شنو؟ ورقه المشاركه اللي يحطوا فيها الديسيجن تاعهم المناظره، انهم هما شكر 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 شكر، معناها شيء لا يصدق، كلها شكر، ومن بعد يجيك في الاخر يقول لك او نيفو دو ديسيجن بدلوها او نيفو لا تقترحوا انتداب، هذيك مفسخه ببلانكو كانت تحتها كتيبه بحذاء فراغ مصح عليها ببلانكو مصح عليها هو، ونظرا لترتيبه الثاني هذوما الزوز مفسخين ببلانكو. علاش سي با ايفيدون انه انت باش تشكي لرئاسه الحكومه وتنصفك؟ انا انصفتني، نتمنى من زاده من رئاسه الحكومه انه تواصل أبار المراسلة هذيك والإنصاف اللي خذيته منها، إنها زادة هي تواصل وتدافع على الدوسي هذا وتاخذ لي حقي للآخر، مش تقف في شطر الثنية. مرحبا بكم من جديد. كنتوا تشوفوا معنا في الإشكالية اللي تعرض لها أمير بن صالح وقت اللي عدى مناظرة، والإشكال خاصة بين قضاء المحكمة الإدارية ورأي وزارة التعليم العالي. للحديث حول هذه الإشكالية يحضر معنا السيد علي قبادو مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي. مرحبا بك. بك مرحبا بك. يحضر معنا أيضا السيد أمير بن صالح صاحب هذا الإشكال. مرحبا بك. بك أمير، فقط لو كنا نلخص ما جاء في هذا التقرير بالتاريخ، أنت المناظرة عديتها سنة 2008. 2008 نتيجتها وقتاش طلعت؟ بعثوا لي آخر سبتمبر 2008. فشكيت كيفاش، معناها جاتك الفكرة وكيفاش دخلك الشك اللي أنت نتائج المناظرة هذية ما هيش صحيحة، باش مشيت قدمت شكاية للمحكمة الإدارية وتعمد في نتائج المناظرة؟ هو عادي جدا، خاطر أنا مختص في التصرف. والفترة هذه ندرس أنا في قصر الصعيد، ندرس في مواد التصرف. واضح. والسيدة اللي نجحت لم تدرس في حياتها حتى ماده مواد التصرف، عمرها ما سمعت بها. علاوه على ذلك هي مختصه في الرياضه كره الطائره، هي مدربه كره الطائره. دونك اي انسان مهما يكون باش يفكر اللي هو غير عادي، وانا نعرفها المراه ونعرف روحي ونعرف قدراتي. دونك وزيد بعد المناظره تكلمني هي تقول لي والله اللجنه رايهم فيك ايجابي جدا. فهمت كيفاش الساعه اللجنه باش تحكي عليا انا؟ دو ان ودو دو شو دخل هي باش تكلمني باش تقول لي راي اللجنه ايجابي جدا وان شاء الله المره الجايه تنجح. باهي فمشيت تتعمد في نتائج المناظره في المحكمه الاداريه؟ هي طلبت ساعه من وزاره التعليم العالي باش تفسر لي ديما في القانون باش تفسر لي علاش ما نجحتش. واضح. ما فسروليش، جاهلوني، مشيت شكيت قدمت قضيه في المحكمه الاداريه، ربحتها ابتدائيا واستئنافيا. والاستئناف بربي هذه اهم حاجه، خاطر الاستئناف عملوه بعد 14 جانفي وقت البلاد خايضه، قتل ومقتول، وهم لقاو الوقت باش يستنفوا لي في جانفي وقتها باش ما يضيعوش على روحهم الديلي. وكي سالت وقتها مديره النزاعات قالت، قالوا لي لازمك تستنف. فهمت شكون قال لها؟ مازالوا يتبعوا فيا. علاش تبعوا فيا؟ استنفوا وزدت ربحتها في الاستئناف، القضيه استئنافيه. يعني حكمك بات؟ حكم بات تو. وين من الاشكال امير بالضبط؟ الاشكال هو حسب وزاره التعليم العالي في تطبيق الحكم هذا كيفاش يتطبق. هما يقولوا تمشي تعاود المناظرة. باهي، المناظرة ما نجمش نعاودها، كيفاش نعاودها المناظرة وقت اللي أنا عديتها المناظرة ديجا، والمحكمة لم تقضي بإعادة المناظرة. المحكمة قضت بإلغاء قرار عدم الانتداب. لم تقضي بإعادة المناظرة. يعني الإشكال قعد في فهم معناها الطعن في نتائج المناظرة. يعني هما الوزارة، سامحني مدام، الوزارة فاهمين كل شيء هم. هما فاهمين كل شيء. ويعرفوا الحالات اللي عندهم اللي انتبهوا فيهم ناس. واضح. في حالات مماثلة يعرفوها. لكن الشيء المشكلة انه القرار هذه نتاع عدم نتاع إعادة المناظرة يمسني أنا. السيدة اللي نجحت هذه قال لك حقوق مكتسبة. تو هي مناظرة فاسدة على الناس الكل، فاسدة مش فاسدة على جماعة وجماعة لا. هما أنا برك الضرر. قبل ما ندخلوا احنا 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 شيء اللي نجحت ربي نجحها هذيك، معناها نجحت أنت خليك في الإشكال نتاعك، لأنه فما ربما سوء فهم وإلا عدم اتفاق بين القرار اللي أصدرته المحكمة الإدارية. لأنه رئاسة الحكومة شو تقول؟ تقول وتنفيذا للحكم المذكور قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح مناظرة انتداب مساعدين للتعليم العالي بعنوان سنة 2008 لفائدة المترشحين غير الناجحين في المناظرة المذكورة بمقتضى القرار المؤلف في 10 ديسمبر 2011، وحيث أنه سبق في حالات مماثلة أن أقرت المحكمة الإدارية أن المقصود بإلغاء قرار عدم نجاح المدعي
هو اعتباره ناجحا في المناظرة. والسؤال باش نوجهه لسي علي. سي علي، رئاسة الحكومة تقول انه قرار المحكمة الإدارية ولا حكمها البيت يعني اعتبار هو يساوي نجاح سي أمير. بارك الله فيك أختي إيمان، حبيتك تكمل تقل المراسلة بتاع رئاسة الحكومة في فقرتها الأخيرة. لذا فإنه يتعين دعوة لجنة المناظرة للانعقاد والبت نهائيا في ملف ترشحه السابق طبقا لقرار المحكمة الإدارية. وهو يستوجب، وهنا مش نحن نبسط قدر الإمكان السي أمير وبقية المشاهدين، الإشكالية تتعلق بتنفيذ قرار إلغاء صدر عن المحكمة الإدارية. قرار الإلغاء بصفة عامة، ثم سأتحدث عن تنفيذ قرارات الإلغاء في مادة المناظرات. قرار الإلغاء في قرار إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إداري يستوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار ملغى عاملا بفصل 8 من قانون المحكمة الإدارية. هذا يفترض في صورة الحال، وهي صورة خاصة في مادة المناظرات، يفترض إعادة المترشح إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يصدر القرار الذي تولت المحكمة الإدارية إلغاء، وهو قرار بعدم نجاحه. إذن سي أمير، كما فقد محكمة إدارية مستقر في تونس، كما فقد المجلس الدولة الفرنسي مستقر كذلك، وعندي طبعا نذكر عديد الأمثلة على هذا، تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في مادة إلغاء المناظرات يستوجب إعادة المناظرة بعنوان السنة التي اجتاز بعنوانها المتناظر المناظرة المذكورة. في صورة الحال بالنسبة ما هنا سامحني أنا مش قص عليك سي علي، شنو معنى رئاسة الحكومة ما عندهاش علم بالقرار هذا؟ لأنها تقول سبق في حالات مماثلة أن أقرت المحكمة الإدارية أن المقصود بإلغاء قرار عدم النجاح هو اعتبار النجاح. لكن في نفس المراسلة توقعيش قلت الكمالة قبيلة في نفس المراسلة لا تنجيوها يا سيدي، فسري أنا الفقرة هذه برك مش نفسر لك الفقرة هذه. عندنا في جميع الوزارات، أنا قاضي في المحكمة الإدارية قبل ما نكون مدير عام شؤون قانونية وزارة التعليم العالي، وفق هذا المحكمة الإدارية متمكن منه كما متمكن من فق هذا المجلس الدولة الفرنسي. جميع الوزارات في المناظرة حتميا يتم اللجوء إلى إعادة المناظرة التي تم إلغاؤها من طرف المحكمة الإدارية. وفي وأنا معناها أذكر وعندي جمرة من سنة 2000 عندنا تم إعادة تنفيذ لحكم صادر المحكمة الإدارية، تم إعادة المناظرة لفائدة طعن محمد رضا جنيح وهو أستاذ في القانون، وكذلك لفائدة طعن محمد حبيب حامد، وكذلك للطعن في 2000 كذلك في 2003 من السعلي. الحالات المماثلة اللي تحكي عليهم رئيس الحكومة هذه حالة خاصة نحب نوصلها. أنا حبيت نعطيك الإطار العام نتاع تنفيذ قرارات كيفية تنفيذ قرارات الإلغاء في الطعن في المناظرات. حالة خاصة موجودة لهنا ما تطبقش عليه القانون معناه؟ لا هي حالة خاصة، نقول حالة خاصة ومش نكمل في منحة ثانية، مش نقول هي حالة شاذة. حالة خاصة لأنها قراءة معينة للقانون، هذا علاش خاصة، ولأنها تتعلق بمناظرة خاصة زادة. الفقه القضاء اللي استشهد به سي أمير ومشابه به للرئاسة الحكومة يتعلق بالطعن في قرار في مناظرة داخلية للانتداب في الوزارة الأولى. الحكم معايا الوزارة الأولى وقت اللي وجدتها المحكمة الإدارية، وهذه حيثية الحكم هذايا. الوزارة الأولى ما هو قرار معروف قضاء البركاوي، الوزارة الأولى لم تجب، والمدعي اللي قام بالقضية يدعي أنه تم قبول من هو أقل منه مستوى وأقل منه عدد تحصل عليه. في ظل عدم إجابة الوزارة الأولى تطبيق الفصل 45 من قانون المحكمة الإدارية، اعتبرت المحكمة الإدارية أنه عدم جواب ورد الإدارة يعتبر تسليما منها بما صدر عن المدعي، وبالتالي أقرت اللي مدعاه المدعي في صورة الحال وسي مسعود البرقاوي في القضية صدر فيها الحكم سنة 2001 و2004. في الحالة هذه اعتبرته هو ناجح في حالة خاصة. حالة بارك معنا. هذه حالة خاصة. أنا شوف يا سي أنت تقول حالة، لكن رئيس الحكومة ما نتصورش أنا أنها تخرج معناها مكتوب وميش عارفة اش قاعدة تقول. أنا على اتصال. لأنه تقول سبق في حالات مماثلة. ما قالتش حالة واحدة شاذة. لأن كلنا نعرفوا أنه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وما نتصورش كان رئاسة الحكومة جات عندها حالة واحدة قضت بها معناها أنه المحكمة الإدارية ما اعتبرتش إلغاء المناظرة يساوي نجاح.
ضمني تقول حالة شاذة وما نصورهاش باش تقيس على الحالة الشاذة ذيك. سامحني خليني نكمل وهذاك علاش عبيت تو نرجع. هذه حالة خاصة وحكيت أنا السيد المدير العام للمصالح المصالح الإدارية والوظيفة العمومية اللي صدر عليه المرسول المكتوب هذا حكيت معه وبينت معنا عن طريق اللي... خلق غلطة مطبعية لا حالات. لا لا بالنسبة لي أنا نكمل نقرأ كامل الوثيقة لذا يتعين دعوة لجنة المناظرة فما تناقض في الرسالة نتاع رئاسة الحكومة واضح لو كان اعتبرناه ناجح تناقض وأنا أقرأ لو كان اعتبرناه ناجح لواش نعاود أنت ندعي لجنة المناظرة للانعقاد والبت نهائيا في مثل ترشحي البت نهائيا ما قالتش عاودوا له ما قالتش ندعو لجنة المناظرة لإعادة فتح مناظرة بعنوان السنة اللي اجتاز فيها المناظرة هذا شو عملت وزارة التعليم العالي تقريبا ما قالتش رئيسة الحكومة الكلام هذا قالت دعات لجنة المناظرة للبت في ملف في ملف أمير اي شوفي في نطاق شنو ما قالتش ندعو لجنة المناظرة لإعادة فتح مناظرة في نطاق لجنة للتصريح بنجاحه ما شنو شو تعمل خلينا نوصل للريزونمون تاعك اللي تعمل فيه انت واش تعقد اللجنة باش تعقد سوريا للتصريح بنجاحه ما قالش هكا المحكمه الاداريه ما قالش اعاده فتح مناظره ما نصورش ان رئيسه الحكومه باش تسهو والا تغفل باش تقول لذا يتعين دعوه لجنه المناظره للانعقاد والنظر في امكانيه اعاده فتح مناظره اخرى تمكنوا من 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 المشاركه فيها خلينا نشوفوا ساعه من الناحيه القانونيه في النقطه هذه يا استاذ فريد يعني بين قرار محكمة إدارية بين واحد يقول اعتبار إلغاء نتائج إلغاء المناظرة يساوي نجاح ضمني وزارة التعليم العالي تقول لا هو رأوا من الناحية القانونية أنه مانيش أنا برك متخصص في الناحية القانونية ربما سيقابات وزا كذلك متخصص في الناحية القانونية لكن مشكلة تأويل القانون هو اللي خلق الإشكال هذا هو قرار المحكمة الإدارية الذي لم يكن واضحا وسليما من الناحية اللغوية ومن الناحية وما له من تأثير على الناحية القانونية علاش؟ إذا نقرأ مطلب الشرح للقرار الاستئنافي للمحكمة الإدارية إيش نلقاو فيه؟ نلقاو فيه أنه المقصود من إقرار الحكم الابتدائي شنو؟ من إلغاء القرار القاضي مش بإعادة القاضي بالتصريح بعدم نجاح العارض في مناظرة انتداب مساهدين يعني أنت ألغيت القرار القاضي بعدم نجاحه لكن هنا إذا نلغيو القرار القاضي بالتصريح بعدم نجاحه اش يعني الكلام هذا هل نعتبره ناجحا ام نعيد المناظره من جديد كان باش تقول لي باش نعيد المناظره من جديد شنو نعمل السيد هذا مناظره من جديد باش نعاودوا يعني قرار نجم قرار المحكمه الاداريه في حد ذاته هو ادانه وهو اعتراف ينجم يقول لي تنجم تواجهني باش نرجع لك لكلام سي قباد وفيه من القانونيه بمكان تنجم تقول لي لا انا باش نرجع له لنفس الشروط نتاع المناظره نتاع 2008 ونحطه في نفس الوضعيه ونعاود نجيبوا سيد هذايا ويتعاود المناظره بنفس معناها في نفس الاشخاص الموجودين ونفس معناها تقريبا وهذا كان قرار وزاره التعليم العالي فتح مناظره جديده لغير الناجحين مناظره جديده لانه زاد كلامه فيه من الوجاهه بمكان علاش؟ لانه انا نقول هي باش صرحت المره الاولى صرحت بعدم نجاحه إذا نلغيو القرار هذاك ترجع الحالة إلى ما كانت عليه الحالة اللي كانت عليه قبل المناظرة ماهوش ناجح هو ماهوش ناجح وكلامي يمكن أن يكون له من يكون منطقي يكون منطقي وقتاش وقت ما نلقاش الوثيقة هذه واللي هي وثيقة هامة واللي نشوفوا فيها القرار نتاع لجنة المناظرة وقت نقولوا هذا هام وهام جدا أسمع معناها إيمان الكلام هذا يقول لك بعد الاستماع ومناقشة أعمال السيد أمير بن صالح اتضح أن المترشح له خبرة عالية في ميدان التصرف الرياضي علاوة على مستواه البيدوغوجي العالي نظرا لحجم ساعات الدراسة التي كان يؤمنها سواء على مستوى المعهد الأعلى للرياضة بقصر الصعيد أو بمعاهد عليا أخرى إذ يعتبر من الأول مجدي 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 مجد مش علي نحكي على أينشتاين قاعد بحذية ومن بعد نجي نلقى ونظرا لما تقدم فإن أعضاء لجنة الانتداب والترقية فراغ وبلونكو لا تقترح فراغ ومعمولة هاي بالبلونكو نوريوها وهي واضحة انتدابه للخطة التي تقدم بها فراغ وبالبلونكو مكتوبة لترتيبه الثاني والكلام يرجع ونظرا للعدد الخطط المبرمجة إذا هنا هو اللي خليني نرجع تو كي نسمع كلام سي قبادو من الناحية القانونية كلامك سليم وما نختلفش معاك
ما نختلفش معاك لانه التحليل اللي قاعد تقول فيه مبدئين تحليل سليم، لكن انا اذا نقرا ما كان بصدد تلاوته منذ حين المتناظر القاعد امامنا الان، ونظرا لما جاء بهذا القرار ونظرا لما حف بهذه معناها كما يقول هو والعهدة عليه، يقول لك انا الوحيد المختص في مجال التصرف، وينجح انسان ماهوش ما عنده حتى علاقه بالتصرف، وبعد هذا نلقاو الكلام هذا، وانا راني مش نقول راه معناها الناس ما ينجم يكون مثلا خطا وصلحوه، ينجم يكون، لكن عندما تتضافر كل هذه الصدف تجعل من الانسان يضع نقطه استفهام، ما نقولش اكثر، نقول نضع نقطه استفهام فقط. هنا تنجمش انت تفسر ليش معناها الكلام هذا. واضح. مع العلم سي علي بانه سي امير رفع قضيه جزائيه في رئيس اللجنه بالتدليس، وقدم طعن في اعضاء هذه اللجنه. انا على درايه بكل ما توليتم قوله، ارجع لك استاذ. استاذي فما عباره استعملها اخ امير قبيله واستعملتها اختي ايمان، وهو حكم بات. الحكم الذي صدر عن المحكمه الاداريه ابتدائيا ثم استئنافيا ويتم الطعن به في التعقيب اصبح باتا واتصل به القضاء، وعندما اقول اتصل به القضاء في جميع جوانبه، وعندما اعود الى الحكم الابتدائي في صوره الحال نسب طعن السيد امير بن صالح على 7 متاح، بما في ذلك عدم حياد اعضاء اللجنه، رفضته المحكمه الاداريه، بما في ذلك عدم شرعيه اعمالها، ودرست المحكمه الاداريه الكلام والوثيقه اللي كنت تقرا لي فيها، لكن المحكمه الاداريه رفضت المطاعن هذه ولم تقبل، وهنا اوضح لم تقبل الا مطعنين اثنين، وهما المطعن الاول عدم ادراج الاداره لمدرسين باحثين مختصين في علوم التصرف اللي حب اللي هو اختصاص سيامي، هذا المطعن الاول هو فرع مطعن قبلته المحكمه الاداريه، والمطعن الثاني هي خطا اللجنه في تقسيم او في تقسيم أيه. المترشحين الى اختصاصين، وهو ما يتعارض مع قرار فتح المناظره. لهنا نحب نحوصل ونستنتج اللي ما نجمش نعاود نخوض فيه اللي كنت تقول فيه، ما نجمش كاداره تو اتصل به القضاء، انا تنفيذا للحكم هذايا توليت اعاده فتح المناظره وتجاوزت الاخلالات التي اعابتها المحكمه الاداريه على اعمال الاداره، وهما الخلالين او المطعنين التي كنت اتحدث عنهما. في خصوص الجزائي، الجزائي هو معطى جديد بعد ان تم بتاريخ ديسمبر 2011. انا ما نحكيش فيه الجزائي. لا مش لا الجزائي مش نجمش نحكي فيه لانه هو تو موضوع تحقيق هذاك. ما نجمش ندخل فيه. خلينا نقعد في موضوع في التنفيذ. انا باش نوريك حاجه سي امير سي علي. والله لانه سي امير رفع قضيه في التدليس، فما هنا حاجه ربما تلفت الانتباه، لانه راي اللجنه المعلل واقتراحها بعد ما تم شرح معناها ربما انا نقول دواعي النجاح، خليني نقول فما سيناتور فما تصحاحة، لكن من بعد اضافت فقره اخرى. يعني هنا كان نشوفوا معناها لجنه المناظره كتبت الشرح نتاعها الكل، ورئيس اللجنه فما هوني الامضاء، وبعد الامضاء انضافت فقره اخرى. الفقره اللي انضافت هي بعد ديما نقول بعد الامضاء، ها شنو انضاف؟ يعني الفقره الاولى الكل تشيد خلينا نقولوا بالخصال العلميه نتاع سي امير، وش تقول الفقره الاخرى؟ تقول وعلى المستوى العلمي لم نجد اي بحث علمي نشر محليا او عالميا رغم تقدم أعماله العلمية لإنجاز شهادة الدكتوراه، ونظرا لما تقدم فإن أعضاء لجنة الانتداب والترقية لا تقترح انتدابه للخطة التي تقدم إليها لترتيبها الثاني، ونظرا لعدد الخطط المزمع تسديدها لهذا الانتداب وهي خطة واحدة خصصت للتصرف في الرياضة. هذه هي الفقرة انضافت بعد السنياتور، تجم تشوف معنا. شفتها هذيك توكي موضوع بحث عند السيد القاضي الجزائي. سؤالك وين انت؟ ما نستنى من قبل نستنى في السؤال. نحب تفسير هذاك. هذاك درسته المحكمه الاداريه وطعن نقطه عن سي امير وطعن في اعمال اللجنه. المحكمه درست الملف بجميع والمحكمه صدرت حكم وفهمته. لا لكن المطعن هذا رفضته فيما يخص عدم شرعيه اعمال اللجنه. من فضلك خليني نكمل. عدم شرعيه اعمال اللجنه، المحكمه ما قبلت الا مطعنين، وهو عدم ضم اللجنه لعضو مختص في التصرف، والمطعن الثاني هو تقسيم اللجنه
المترشحين الاختصاصيين عكس هي من الاول ما عادش نجم نخوض فيها كاداره كراجل قانوني استاذ استاذ لكن اللي هو مربوط هو الحكم راه فيه نواحي قانونيه فيه نواحي واقعيه هذا السيد هذا هو مبدئيا هو الوحيد المختص في التصرف في عند الانتداب والمحكمه والمحكمه شقول تقول طعنت في هالمناظره هذه في التركيبه نتاع اللجنه هذه لان ما فيهاش يكون مختص في التصرف ويقع شكون ينجح في المناظره نجم نعقب سامحني مدام تفضل سيدي باش نرجع حاجه برك باش نرجع لكلام الاستاذ فضل. اولا هو مش الغاء مناظره هو الغاء قرار عدم الانتداب وانا يؤسفني سي علي قبيد وقاعد من قبيله يغلط موش قرار الغاء مناظره هو قرار الغاء انتداب هو قرار مربوط بالانتداب مش مربوط بالمناظره دونك حتى الرد نتاعو كي رد ويحكي على الانتداب هو الغاء المناظره هو قرار المناظرة. الوزير عدم الموافقه على الانتداب نحكي على قرار محكمه اداريه ليه نحكيو على انتداب معناه مش المحكمه لم تلغي المناظره دونك الكلام اللي يحكي فيه هو يستشهد به لا مجال له في هنا باش يستشهد به خاطر هي قرار الغاء قرار عدم الانتداب ليس الغاء المناظره دو ان دو دو حاب يرجع لي تو القضيه تو سامبلومون علاش المحكمه الاداريه ما مشاتش بالمطعن هذاك اولا خاطر وزاره التعليم العالي ما حبتش تبعث الاوريجينال للمحكمه الاداريه رفضت مالغري المحكمه الاداريه بعثت لها قالت اعطيني الاوريجينال نتاع الورقه هذيك تلقى فيه مربوط بالبلانكو ما حبش تبعث ورقه التقييم نتاعها نتاع السيده اللي نجحت بكل دونك يظهر لي انا هذه قضيه فساد ليه قضيه سلطه تقديريه نتاع اللجنه ويحب هو يهزني سلطه تقديريه كان جات سلطه تقديريه نتاع اللجنه راني انا ما شكيتش وما ربحتش القضيه وهي انصفتك هو القضاء انصف القضاء انصفني خذا مطعن خذا ربع مطعن القضاء انصفني جو بريفير دونك سعلي قبيد وما يهزنيش التيران هذاك التيران هو هنا واضح هنا فما مراسم عند رئيس الحكومه انا يظهر المراسه ديك يقع احترامها قابلتش السيد وزير التعليم العالي قابلت وزير التعليم العالي قابلته قبل المراسه سير وزير التعليم العالي كي طرحت عليه الموضوع قلت له سيد الوزير هذه قضيه فساد ماشي قضيه واحد انا شو كنت طالب اذا كان وزاره التعليم العالي ترى انه من العادي انه مترشحه في الرياضه تغلب هذاك هو سولتيرم تغلب صاحب اختصاص صاحب اختصاص على خاطر وتسكت المناظر. قال شنو هي السلطه التقديريه طلبت منه قلت له سيد الوزير من فضلك نطلب فتح بحث اداري قال لي مانيش شرطه قلت له سيد الوزير انا في اطار باش نعاود المناظره هل يمكن تضمن لي حياديه اللجنه ونزاهتها؟ قال لي ما نضمنلكش اذا كان وزير التعليم العالي غير قادر على ضمان نزاهه وحياديه اللجنه ما فهمتش شو يحكي لي سعلي قبادو ومانيش مجبر باش نجي للوزاره انا خاطر انا كان نجي للوزاره ما عنديش ثقه فيكم وانتم خديتوه موضوع شخصي تقول لي سبت انا كتبته هذا الكلام هذا كتبته راني رئيس الحكومه انتم حاب نوضح سي علي فقط تفضل واضح تفضل ساعه هو استعمل عبارات مغالطه انا ما استعملش عبارات مغالطه انا حكيت على كيفيه تنفيذ قرارات الالغاء في ماده المناظرات القرار عدم النجاح نتاعو كان واضح انه لا يعتبر ناجحا مع المناظره توجه نحكيه باللوجيك نحكي معك باللوجيك لو كان احنا باش نفسروا قرار المحكمه الاداريه بالغاء الانتداب هذا قرار الانتداب يساوي اعاده اجتياز للمناظره هذا هو لا 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 من السيد علاش ماشي المحكمه الاداريه ويخسر في ديزافوكا عاد استنى خليني نكمل فكرتي علاش يمشي المحكمه الاداريه ويخسر في ديزافوكا ويخسر في الوقت واعصابه مشدوده ما هو يستنى العمل من بعد والمناظره اللي باش تتحل من بعد ويعاود يعدي المناظره لروحه اسمح لي هو قبيله علاش انا استعملت عباره مناظره اعطيني اقل من ثلاث دقائق تفضل فقه هذا هو مبني عنده سنوات في فرنسا كما في تونس المناظرة عملية مركبة إيه القانون وضع الإنسان لتطويره مش تحكي بالقانون علاش فما خصوصية في تنفيذ أحكام الإلغاء في مادة المناظرات المناظرة عملية مركبة تبدأ من تاريخ الإعلان عن فتح المناظرة إلى الإعلان عن النتائج نتاعها قبل فما تكوين لجنة المناظرة فما الاستدعاء فما برشا العمليات فقه القضاء انا مش من الناحيه القانونيه اللي تناقشنا فيها برشا لو انه الغاء كما الحاله هذه الغاء قرار عدم الانتداب يعني النجاح فما امكانيه في المحكمه الاداريه نلغيه لعدم بلوغ الاستدعاء للمترشح وتلغي المحكمه الاداريه قرار عدم نجاحه في المناظره لعدم بلوغ الاستدعاء نتاعه هل انا اعتبره نجح ولم يتم دراسه الملف نتاعه هذه عملية مركبة كي نحكي على المناظرة ما نجمش نحكي على جزء منها دون المناظرة ككل
المناظرة هذا راهو أنا نحكي معاه. هذا ما نحاولوش هكاك نعقدوا الأمور. لا هذه هي الأول حاجة. علاش؟ لو كان احنا أمام أنه الاستدعاء ما وصلوش وإلى الطعن في قرار في نتيجة المناظرة لأنه الاستدعاء هو ما وصلش عدى المناظرة، ما نجموش نجيو نقولوا واحد ما وصلوش استدعاء وما عداش المناظرة نعتبروه ناجح. لا هذا ما نصورش واحد يعملها. خليني نكمل. احنا الشخص اجتاز المناظرة. الأهم أنه القضاء أنصفه ولسببين أنا جوزناهم تنفيذ الكلام محمد لازم نكملك لهنا وقت اللي ينصف تعرف شنو معناه القضاء أنا قاضي معناه إقرار أنا قاضي لا أي معناه إقرار أنا بالعكس بفساد المناظرة ذي شوف سامح أنا قاضي وجيت لوزارة التعليم العالي بعد الثورة في فيفري فان فيفري سبت مارس 2011 أنا كان عندي غاية تو في وزارة التعليم العالي الحمد لله نشكر كل من فرحني الفرصة هذه مع فما كان ما عندي خلفيه نتاعي كان قانونيه صرفه بحته واللي انا نسعى الى تنفيذ قرارات المحكمه الاداريه وعندي في هذا راهو دليل والبرهان تنفيذ قرار عدم قرار الغالي فايت سي امير بن صالح لا يمكن ان يكون الا باعاده المناظره هذا راهو قانوني موقف الوزاره سليم اسالوا اهل الذكر نص قانوني بربي سامحني انتم في المراسله نتاعك تكتب هذا التمشي سيم بروسيدور عندي استشارات على المحكمه الاداريه نجم نجيب بالك علاش كلامك انت صحيح وكلام رئيس الحكومه غلط هاني حطيت لك علاش لا سامحني هاني هذه رئيس الحكومه هي السلطه العليا خليني سي علي خليني نسالك انا سؤال توا كي صار المشكل هذايا الكل وفي فهم في انه الخلط صار في فهم الحكم نتاع المحكمه الاداريه هكا ولا لا لأن لا هذا صار الفهم في سوء الفهم بينكم نحكي وبين رئاسة الحكومة اي بيني وبين رئاسة الحكومة ما حاولتوش تستفسروا لا لا نحن على اتصال انا ورئاسة الحكومة وهذه امور قانونية معناها زملائنا في كيفية التنفيذ كيفية التنفيذ واضحة هي إعادة المناظرة الكل المكاتبة نتاع الوزارة الأولى ما تعنيش هذه المكاتبة نتاع الوزارة الأولى ما كانش في الموضوع ما كانش في هذه كانت من الموضوع هاوش تقول وتنفيذا للحكم المذكور وحيث أنه سبق في حالات مماثلة أن أقرت المحكمة الإدارية أن المقصود بإلغاء عدم نجاح المدعي هو اعتباره ناجحا في المناظرة نكمل لك نوصل لك باش تقول لي انت كمل هاو باش نكمل لذا فانه يتعين دعوه لجنه المناظره للانعقاد للانعقاد والبت نهائيا هنا اللي يفهم الكلام هذايا اي انها لا تنعقد اللجنه باش تثبت انه نجح ولا لا مش لا ولا لا لا ما هنا يولي تناقض يولي تناقض مع الفقره السابقه هو اعتباره ناجحا في المناظره لو كان هاو المكاتبه تتاول كما تقول انت سي قبادو لو كانت تقول الوزاره بغض النظر على انه معناه موقف الوزاره صحيح ولا غلط هذا النجم نناقشوه بطبيعه الحال واضح اما الكلام اللي قالته الوزاره الاولى أن السيد هذا يجب اعتباره ناجحا ويجب أن تنعقد اللجنة للتصريح بنجاحه لا أكثر ولا أقل نرجع للكلام هذا مخالف لما جرى عليه العمل أنت تحكي على موقف الوزارة الأولى أو تحكي على الموقف نتاعكم أنتم لا أنا نحكي على موقف القضاء وموقف القانون أنا نحكي لك الوزارة الأولى موقفها كان واضح وجلي أش تقول لك راهو في الحالات هذه يجب اعتباره ناجحا في المناظرة يا أستاذي تعطيني كلمة لا أنا باش نرجع بإلغاء المناظرة لذا بعد الكلام متابع اللي كان يتقال قبل معناه أنه اعتباره ناجح في المناظرة لذا فإنه يتعين دعوة لجنة المناظرة للانعقاد والبت نهائيا في ملف ترشحي السابق أنا عارف شاتيك موقف قانوني صراحة من هذا ولا موقف قانوني خارج لا موقف من هذاك طيب. هذا يتعارض مع التطبيق السليم لقرارات إلغاء في مادة المناظرة لسببين السبب الأول أنه كما قلت قبيلة فق قضاء استقر وإذا كان اليوم أنا في تنفيذ القرارات الكل في الوزارات الكل في المناظرات يتم إعادة فتح المناظرة واليوم مش المتع سي أمير مش مبدأ المساواة أمام المتناظرين ومبدأ المساواة أمام المرفق العام هذه نقطة قانونية مهمة برشا خاطر الكل تو أنا كي نحكي لك برشا حتى سامحني إذا أنت تختلف مش نختلف مش نكمل لك نقطة ثانية هذاك علاش لا لا جاوبنا أنت موقف الحكومة ترى غلط لا هو قاضي قلت عندي استشارة سابقة أنا على الوزارة الأولى سنة 2010 بالقول وأقرأ استشارة سادة على الوزارة الأولى أن التنفيذ السليم للحكم المذكور في مادة المناظرة يقتضي إعادة فتح المناظرة المذكورة بعنوان السنة المعنية بصفة استثنائية. طيب. واضح. هذا موقف الوزارة الأولى. الكلام تقول فيه واضح. فهمت لهنا هذه حالة مش خليني نعامل إنسان ليس على وجه أنا شو نقول؟ مع الأخرين. أنا شو نقول؟
كلامك راهو فيه فيه جانب كبير من الصحه. لا اما ها نقول انا انه هذه حاله خاصه. انا نحكي قدام الكاميرا بتاريخ 5/2010 حاله سيد امير هي حاله خاصه وانا نعتقد انه حتى الوزاره الاولى تعاملت معها بالخصوصيه هذه. يا صحيتي يا استاذ شوف نقول لك حاجه، عندما نظلم انسان بصوره واقعيه، خليني اكمل، عندما نظلم انسان المره الاولى بصوره واقعيه بصوره واقعيه نظموا نحيوا ونبلبزوا ونعملوا ونقدوا كل شيء ومن بعد باش نجيو نصلحوا نقولوا لا نصلحوا بمقتضى القانون ما عادش نجموا نصلحوا لا لانه كان جينا باش نصلحوا بمقتضى القانون هات طبقنا القانون من المره الاولى لانه ما عادش استقيم. ها ونرجع لك نقول لك شوف هنا الظلم وين يجي. لا تبعني بالله، تبعني قبل تو حتى بعيدا عن القانون وباش نقعد في النقطه اللي فيه. هل من العدل انه السيد هذا يعاود يتعدى قدام لجنه طاعن معناها في اعضاء قدح في اعضاء او شاكي برئيسها وقت التدريس؟ لا استنى، فما قانون بيناتنا، فما الحكم الابتدائي، الحكم الابتدائي والاستئناف في صدع المحكمه الاداريه، القدح نتاعو ما خدتش به المحكمه. اين هذه واضح في التركيبه اللجنه الثانيه من حقه ان يطعن في التركيبه، هو يعرف هذه فما اجال طعن من تاريخ تعليق اعضاء اللجنه عنده الحق باش يطعن فيهم. انتم عينتوا المناظره اليوم 23 مارس 2020 وعلقنا استدعيتوه هو؟ نعلقوا نتائج هذا وعلى استدعيتوه وجهتوا له استدعاء؟ لا فما فتح الاعلان تو شوف تو قاعدين تبقوا في قرار محكمه اداريه في قبائل شوف قاعدين تبقوا في اعاده مناظره الحاله خاصه مانيش نفتحوا فيها العموم نفتحوا فيها كيفاش يتم تنفيذ؟ في الحالات العاديه هذيك خرج في الرئيس الرسمي في الحالات العاديه لا في حاله عاديه انا 23/6/2020 نعم عديت نهار 23/3 مناظره الاجال تحلت وانت اودعت الملف نتاعك انت توليت سي امين بتاريخ 21 عندي لهنا 1/3/2012 مش 1/3 لا قبل 18/2/2012 تقدمت مطلب ترشح للمناظره المعنيه في 1/3/2012 تراجع وقال مانيش مستعد باش نعدي وكان علي استنى نتحداك فيها هذه نتحداك تعرف شنو نتحداك؟ نتحداك شويه يا سي امين خاطر الكلام هذا يقول فيه هو والوزير نتاعو لا لا شويه لا اعطيني باش اعطيني سامحني خاطر فشلنا سامحني مدام خاطر انا مرضوني خاطر انا مرضوني متفاهمينك الكل سي عذرا مدام متفاهمينك تفضل كمل ما بلاش تشنج قلت له انا نتحداك كان خرج لي ورقه بيدي انا كاتبها اللي انا تراجعت نتراجع اون بلوس كي انا تراجعت يا سيدي علاش تبعث لي انت نهار 17/2/2012 تعلن فيها بتركيبه اللجنه؟ ماني قلت لك ما عادش تعد معناها انا خرجت من الموضوع بتاريخ 1/3 سي علي عندكم ما يفيد اللي سي امير تراجع؟ عندي بتاريخ 1/3 تقدم وين وعطينا شنو عندك؟ عندي مطلب معبر من خلاله عن رفضي نقرا لكش فيه رفضي لا نحب نشوفه بالكش مش خطه يا سيدي لا 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 انا نمدك انا مستعد باش نمدك جبته ولا ما نعرفش خاطر جبت كامل الملف معايا اما هاو بين رفض تنفيذ الحكم رفض طريقه تنفيذ الحكم رفض المشاركه في المناظره لا لا رفضي لطريقه تنفيذ الحكم استاذ انت سابت شرحه متمسكا يا سي علي لحظه تو نفسروا قرار محكمه اداريه كما نحبوا لا عيشك مش كما نحب مع مصالحنا يمكن اما السيد يقول لك انا وجهت لك مراسله في عدم رضايته بطريقه تنفيذ الحكم ما تعداش المناظره ما اعطيتكش مراسله تقول لك راني نسحب ترشحي في المناظره المحلول سامحني اولا انا ننصح زحويش انا مانيش عنديش قراءه خاصه بيا لتنفيذ الحكم انا قراءتي هذه قراءه قانونيه كي عندها رئيس الحكومه قراتها نوع وزاره التعليم العالي قراتها نوع واحنا قريناها نوع والاستاذ قراها نوع تو شو هو كل واحد يقرا القانون لا 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 بيناتنا المحكمه الاداريه وانا ديجا نقول هذه في مكتبي اللي يمشي المحكمه الاداريه ويجيب لي حكم مش هكا قالت الرئيسه الاولى للمحكمه الاداريه سامحني قالت غير تفتش هكا القرار سي علي ونعتها رئيس الامتحانات نتاعكم المدير العام للامتحانات بالجاهله والمتطفلة انا ما نحبش نسمع هيك كما لا 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 تقولوا فيه شنو الكلمه اللي تقولوا سي امير قول باش تشرح سي علي نرجعوا لمسألة قراءة القوانين كل واحد كما يحب. قراءة قوانين كل واحد يحب. هاكم اختلفتوا انتم ورئاسة الحكومة في قراءة القانون هذا. انا حاد محكمة في قراءة الحكم الصادر. هو قراءة هذيك شاذ هو وحالة خاصة اي. المحكمة الإدارية موقف انا قلت لك انا متأكد من موقفك المحكمة الإدارية انا قلت لك باش تفسر قراءة فقه قضاء باش تفسر قراءة فقه القضاء عمره ما يكون معناها تمثل رسمي لا عشت استاذ انت اكثر مني تعرف اللي فقه القضاء ينبني على فصول قانونية وانا طلقت لك من فصول 8 ارجع الحالة إلى ما كانت عليه نرجع الفصول ما كانت عليه ارجع الحالة إلى ما كانت عليه لكن شوف فقه القضاء نجم يكون متضارب نجم تاخذ منه اللي تحبه انت مشيت المستقر انا مشيت في القضاء المستقر قلت انه هناك فقه قضاء معزول هذا معزول ثم فقه قضاء مستقر شفت كيفاش معناها حتى فقه القضاء راهو ساعة في نهايه الامر يجي ثم قرار ينجم يكون القرار معزول لكن يعطي لهذا حقه مثلا ترجع من بعدكش فقه القضاء للحاله العاديه يعني فقه القضاء عمره ما يكون
مصدر اساسي واضح هذا فما خصوصيه. خلينا نتجاوز النقطه هذه. يعني لا القيمه نتاعو قيمه القانون الاداري فقه قضائي ومش تدخلوا في نقاش. سعلي جاوزناها النقطه هذه بمجرد انه سمير قدم مطلبه باش يترشح للمناظره. زدت قلت له لا قدمت طعن وما قدمش طعن. لا صحح لنا تعبيره على رفض هذا في 19 مارس. مش سحب ترشحه. ما تسحبش ترشحه. علاش ما وجهتلوش استدعاء؟ وجهوا له في بالي استدعاء من بعد. حتى استدعاء. انا اللي عندي تم توجيه استدعاء. بلي نسالك سؤال. حق بساعه وقت ملك الشيء. خليني نسالك سؤال. هو راهو يحدد القرار تاع المناظره. تو القانون راهو قانون جاف. مش القانون هكا انتم تحكموا على القانون المناظره دقيقه. ما نختلفوش برشا في رجال القانون. انا نعطيك سؤال بس. السيد هذايا طعن في تركيبه هذه اللجنه. وصلها حتى للقانون الجزائي. هل من الوجاهة بمكان كان يقف قدامهم السيد هذايا غدوة في مناظرة باش ينجحوه؟ وقتاش طعن؟ هذا اختلاف بيني وبينكم، وقتاش طعن؟ أنا وقت اللي نفذت القرار في تاريخ ديسمبر 2011 ما طعنش هو ما طعنش فتح قرار فتح المناظرة كوزارة، أنا فتحت المناظرة. دكتور سعد فتحت المناظرة سامحني، المناظرة أنتم فتحتوها في 10 ديسمبر 2011 هي في الرأي الرسمي هذا قرار صادف في الرأي الرسمي. تعلمني أنا تعلمني لو 13 فيفريي 2012 تقول لي هاو فتحت المناظرة يوم إذاعة الملفات. باهي أنا مش نمشي معك اللي راهو سي قبيد رايح حالة قانونية في حالة قانونية في الحالات العادية نرجع لكلامك الصحيح الرسمي. سي قبيد رايد رسمي كلامك صحيح نرجع لكلامك صحيح. يا سي علي شوف هذية سي علي ما نحكيوش مع بعضنا. هذية تكاد تكون مناظرة خاصة ماهيش مناظرة مفتوحة للعموم. ليست مناظرة مفتوحة للعموم. هذه المناظرة هذا تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية. تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية. كان من المفروض على الأقل الناجحين. يقع لأي شكون من الناجحين؟ مية؟ لغير هو مزوز في بالي. يا ريت كيف شكون لغير الناجحين. هل أنتم الإدارة المفروض أنها توجه لهم استدعاءات زوز أشخاص ما تتبعش الإجراءات العادية نتاع هاو نحطها في رأي الناس. فما مساواة أمام القانون. يا أستاذ ياسر فما مساواة أمام القانون. فما المساواة أمام المرفق العام. أنا 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 مش لم تفتحها للعموم يا سيدي كريم. هذا جزء اشخاص وهي جات حاله استثنائيه. هو وحده غير ناجح راهو خلوط لانه فما واحد اخر مش ناجح. خلطوه خلوط لاخر. لا لا ما خلطوش خلوط السيد هذا. فما مترشح اخر عنده معاه المناظره سنه 2008 تقدم مطلب ترشح. وانا هنا مش نحكي بكل موضوعيه اللي صار. تقدم مطلب ترشح للمناظره هذه لانه هذا يفترض هذا القانون لنا احترام مبدا المساواه نحن لغير الناجحين. تقدم مطلب ترشح للمناظره هذه تنفيذا لقرار المحكمه الاداريه تحصل عليه سي امير بن صالح. رفضت وزاره التعليم العالي في مرحله اولى الترشح نتاعو لانه السيد هذايا تبين لها انه نجح في سنه 2009. فامام رفض الوزاره لترشحه تقدم الى السيد الرئيس الاولى للمحكمه الاداريه بمطلب في توقيف تنفيذ قرار عدم قبول ترشحه لمناظره 2008 المفتوحه للسيد امير بن صالح وتحصل على قرار في توقيف التنفيذ عن السيد الرئيس الاولى للمحكمه الاداريه. وقتاش هذا؟ عندي قرار شو وقتاش؟ مؤخرا جاب لي قرار. هو القضيه نتاعو رقم 128 2021. لا لكن في الاصل اما جاب لي قرار توقيف تنفيذ. توقيف التنفيذ توقيف ترشحه. امير خلينا من هذا الكل. عدم قبول ترشحه. عدم قبول ترشحه. دوك انتم مزوز مترشحين. هذا هو راهو. انا بلاهي تو خلينا من هذا الكل. سي علي تو هو مزوز مترشحين. الحكايه الكل نتاع زوز اشخاص وواحد طعن وقبلت له وزاره التعليم العالي الطعن نتاعو. يعني خلينا نقولوا تو المحكمه الاداريه قضت خلينا نقولوا بفساد وحيثيات المناظره الاولى في 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 جزئين هما اللي تجاوزتهم الوزاره انه احترمت الاخلالات التي شابت عمليه المناظره الاولى. به يعني احنا يعني المناظره الاولى ما تمتش في ظروف قانونيه وما هيش نزيه. لا تجاوزناها فك الزوز الاخلالات اللي عبتهم المحكمه على الاداره تجاوزناها وصلحنا وعودنا المناظره. ما صلحتوش التنفيذ السليم. ما صلحتوش سامحني. كيفاش صلحتوش علي؟ خليت نفس اللجنه. يعطيك الصحه. كيفاش صلحت؟ سامحني اعطيني خلاص وزاره التعليم العالي. خلنا نسمعك اسمعني شوي. المحكمة الإدارية قبل زوز ما طعن على سامير بن صالح. الأول عدم إدراج الإدارة مدرسين باحثين مختصين في علوم التصرف. قالت لها يا لجنة راك كان عليك أن يتم واحد مختص في التصرف ضمن الأعضاء نتاعك. هذا ما طعن له. دونك باش نصلحه أنا كإدارة ندرج عضو مختص في التصرف. أنا نحكي بالمبدأ المساواة للناس كلها. هذا سي أمير بن صالح ولا غيره. المطعن الثاني قالت لي يا لجنة راك غلطت. تجزئة. وقت اللي جزأت المترشحين الاختصاصي راهو ما فماش في قرار المحكمة الإدارية فما اختصاص واحد. يا يعني احتراما لمبدأ المساواة. كيفاش تصلحوا هذا؟ هذايا باش تعاود اللجنة. هذا الفون هذا مش الفون. في الفون في الفون. في الفون تصلحوا في اللجنة تو كي بعدك باش تخسركم الزوز. لا مش قانون سامحني. لا عايش كيفاش الباطل يأسس. سي أمير هذايا باش نختموا هذه الحالة سي قبيد فقط لحظة. سي أمير مطلبك اليوم شنو؟ مطلبي الوحيد أنا نتوجه رئيس الحكومة. نتوجه له نقول له راهو غير عادي
باش هيبة الدولة كيف يقعوا هكا يعفسوا عليها إذا كان رئيس الحكومة ما عادش عندها سلطة على الوزارات الأخرى في خيبة المسحة. عاد ولي هو السيد علي قبيد ويعرف خير منهم. عاد ما تبي أنا نحب تفعيل مراسلة رئيس الحكومة. واضح. هل ممكن ولا مش ممكن؟ إذا كان هو يطالب تفعيل رئيس الحكومة اليوم ما عادش في دولة قانون المؤسسات، فما تطبيق قانون على الناس الكل مبدأ المساهمات، الناس الكل قدام القانون. معناتها السي قبيد ووزارة كيما سبق، سامحني عايشك مدامي، كيما سبق جميع من تحصل على قرار عدم من قرار إلغاء المحكمة الإدارية عاود المناظرة. اليوم مش يخل مبدأ المساواة مع المتعاملين مع الإدارة وقت اللي مش يمتع سي أمير بالامتياز هذا. هذا شنو نقول أنا مدام سقبيدو؟ معناها وزارة التعليم العالي متمسكة على أساس إنه حكم المحكمة الإدارية لا يعني نجاح ضمني لسي أمير، بل يقتضي إنه يعني يعاود المناظرة. واضح. شكرا لك سي قبيدو. سامحني مدام إيمان نكمل لك. وإحنا حلينا المناظرة في ديسمبر 2011 في اصدار قرار فتح المناظره تنفيذا لقرار المحكمه الاداريه في اطلاعاته، كان تنفيذا لقرار المحكمه الاداريه. معناها نجم يترشح. ترشح. والمناظره توا المناظره وقفوها. حتى المناظره وقفوها. قال لك حتى لين تنظر المحكمه في السيد هذا اللي يخدم، هو يخدم امور من رجله. مساعد تعليم عالي بربي سامحني مدام اخر كلمه. لا 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 هذا الانسان مساعد يخدم احنا بنصلح. علاش يحب يشارك في مناظره اخرى؟ بوان دروغاسيون اون باس. وثاني حاجه وزير الوزير قال لك احنا باش ننتظروا حتى المحكمه تنظر في اصل القضيه. لا لا مش فاهم. لا قال انا بحضر مدام حجية العبيدي. لا سامحني انت فهمت القرار. انا بحضر مدام حجية العبيدي هو قال الكلام هذا. اخويا انا حكيت من الناحيه القانونيه صرف. احنا نمشي احنا حسب الوثائق وحسب ممثلين رسميين. سي علي قبيد مدير عام الشؤون القانونيه والنزاعات بوزاره التعليم العالي يقول انه قرار المحكمه الاداريه لا يعني نجاح ضمني لسي امير في المناظره اللي اجتازها، ويدعوه لاعاده المشاركه. سي امير تحلت المناظره وعاودت شاركت ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لك سي علي قبيد وشكرا لك امير. قولي ضيعته من 2008 لليوم يسالش يا امير، عاود اجتاز المناظره وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. نذهب الى فصل ثم نعود. مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث والأخير من موعد الليلة لبرنامج الحقيقة. ومسك الختام باش يكون بإشكالية تعرض لها بو ولده بعد ما خذوا قرض بسبعين ألف دينار من وكالة النهوض بالاستثمار باش يحلوا مخبزة ومحل المرتبات، فوجئوا بعدم تمكينهم من الترخيص. أكثر تفاصيل في هذا التقرير وراجعين الحديث حوله. عام 2010 انا حبيت نعمل مشروع تاع كوشا باتسير المنطقه نتاعنا، منطقتنا في برج الطويل ولايه ريانا. فهمتي؟ تقدمت في المطلب للبنكة تاع القرى الصغرى، وافقوني، جاوا جماعه البنكة الكل وافقوني. من بعد تقدمت قالوا لي راه يلزمك موافقه من لابي. مشيت لابي من فضل رب العالمين، جاوا شافوا كل شيء وافقوني ومشاو وقالوا لي المنطقه هذه لازم كوشا وبين الله تخدم ولا باس. جات لجان وشافت المنطقه. جات لجان وشافت كل شيء ووافقوني واعطوني المبلغ اللي لازم نكمل به البنيه من عند لابي. اعطوني ترونش الاولانيه اللي هي 71 مليون، بدينا كملنا البني حضرناه. الترونش الثاني قالوا لي احنا تو ما نجموا نمشيو معاك اكثر من هك كما تكون عندك رخصه. ما نجموش احنا باش نعطيوك بقيه الفلوس وانت ما عندكش رخصه. ما وافقتلكش الولايه باش نعمل؟ الولايه ما حبوش. قدمت مطلب انت اسماعيل للولايه؟ قدمت 20 مطلب. وقتاش بديت مع عمل بديت من عام 2010 حتى 2011 و2012 استوفيت فيه الشروط الكل الوثائق الكل المطلوبه، كل حاجه بالكتيبه وكل حاجه ملف عندهم دوسي كامل معبي عندهم فيه كل شيء. لشكون قدمته في الولايه؟ قدمت للمسؤولين اللاهين بالمشاريع نتاع يعطوا الرخص نتاع المخابز وبما فيهم كتب العام مع بعضهم هما. مشينا لوزارة التجارة، قابلنا مع المدير نتاع وزارة التجارة، قعدنا حكينا معاه، قال توا يا اخي هذوما شنو احنا؟ قال معناتها فرع من الولاية، الولاية هي اللي تحكم فينا، احنا ما عندناش حتى سلطة عليهم. قال ارجعوا للولاية، مشينا للولاية، عاود ارجع لديوان الحبوب، من ديوان كل مرة هما من بلاصة لبلاصة ما خذينا حتى شيء، وقعدنا كيك مشروع تشوفوا فيه واقف.
في الاخر قالوا لي لا ما عندك ما نجموش نعطوك رخصه ميك ثم ثلاثه ولا اربع كوش عندك كوشه بحذاك وانا ما عنديش حتى جاوبتك كوش. كتابيا في الرخصة كتابيا جاوبتني كتابيا يعني جاوبتني كتابيا قالت لي راهو مرفوض قالت لي راهو مرفوض اعطتك السبب علاش ما عطتنيش هذيك المشكله قلت لها اعطيني سبب قلت لي ما عنديش ما نعطيك حتى لعل عندك ورقه ناقصه ولا قلت لها مش الدوسي نتاعي ناقص قلت لها بيت انا بعث لك انا مال العدل المنفذ يشوف علاش السبب ولا محامي قلت لي برش كي وين تحب بانك معناتها توصل تعطي فلوس في مشروع كما تعرف منه اللي هي باش ترجع فلوسها 100% ماش معناتها لعبه سهله ولا سيستم ماركتينغ صحيح فهمت تجي الولايه تقول لك ليه انا تو ما نعطيش رخص علاش ما تعطينيش رخص البلاصه هذه ما فيهاش كوش وفيها حي برج الطويل البكري سبلت بن عمار سيدي يونس حي الرياض عندنا الاداره نتاع السجون والاصلاح فيها 600 تلميذ يعني 600 كعبه باقيات ياخذوا في النهار 607 620 عندنا لسيه فيها 1200 تلميذ منين قاعدين يتزودوا هذوما؟ منين؟ يجيبوا من الريان يجيبوا من الريان اما خير احنا منطقتنا نخدموها ونمد لهم خبز سخون وخبز نظيف وكل شيء ولا نقعد نجيبوا يجيبوا من الريان انا طالب الرخصه من عند سيد الوالي يعطيني رخصتي باش نجم نخلص قرضي ونجم نخدم معايا الناس بطاله ونجم المنطقه نتاعنا نحياها على احسن ميرا ونهار يلقوا مني اي ديفو ولا مانيش عامل حسب المواصفات في الكوشه نتاعي يسكروا لي مطلب واحد من تونس حابين نطلبوه يا اخي ما وافقوناش عليه للحديث حول هذه المسألة يحضر معنا السيد داود بوعزة كاهية مدير بوزارة التجارة مرحبا بك ويحضر معنا أيضا السيد إسماعيل بوعبدالله صاحب هذا الإشكال مرحبا بك سيد إسماعيل أنا عندي سؤال باش نوجهه لك وقت اللي قدمت لوكالة النهوض والاستثمار مطلب القرض تاع 70 مليون أعطيتهم معناها اللي أنت باش تعمل كوشة هكا ولا ليه بالطبع الترخيص اللي باش تحطه في الولاية يعني وقتاش حطيته بالضبط في الولايه؟ حطيته من 2010 قبل الثوره. من قبل الثوره يعطوا فيها وقت سامحيني حتى كان ما يعطوا فيها بالفلوس الرخصه. ثم شكون عنده 20 كوشه راهو 20 كوشه ثم ناس عندهم 20 كوشه وثم اللي عندهم اكثر من 20 كوشه ما لناش فيهم. احنا اول مره في حياتنا باش نعملوا كوشه. نسكن في المنطقه هذه 35 سنه. وعندي والله زوج اولاد اللي يخدموها زاد. وقلت له يا سيد الوالي راني نخدم لك معايا ستة سبعة سواء من منطقتنا سواء تعطيهم لي من الولاية. وقدمت الملف الناس كل والبنك عطاتنا الفلوس، عطونا مش 71 مليون، 249 مليون. 209 مليون بروجي مش شوية. رهنت الدار الكل أنا، عطوني 271 من عند وكالة النهوض الصناعة لابي و 149 تو هيك باش يعطيهم لنا يسبوا لنا تاع الماتريال. البنك بيدا قلت لي لازم تجيب له الشهاده الرخصه ترخيص ترخيص تصوري جاو حبوا يعطوا في 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 حدائق المنزه قال لي باش نعطوا كتب العام بيد وقال لي باش نعطي في حدائق قلت له علاه انا على ما نخش مانيش عارف علاش ما هو فما شروط سي اسماعيل عفوا قداش من كوشه بحذاكم حتى كوشه حتى كوشه بالاختار اقرب كوشه 4 كيلومتر انا ماذا بيا حنا بعد كان هي اللي عملت رحم والديها تزيد تمشي لغاديك وتشوف تصور المنطقه كامله باش تعرف قداش تمام من كوشه لو كان تخرج كوشه اقرب كوشه 4 كيلومتر بالكونتور تاع الكهرباء ولا انا فقط حبيت ان نقول ونشير اللي بعثنا مراسلة لولايه اريانا لكن باش تعين لنا شكون ربما يعطي اسباب عدم تمكين سي اسماعيل من الترخيص نتاعو باش فما اسباب منطقيه لكن كما انا معناها قلت بالك فما كوشه قريبت له معناها المسافه ما تخولش باش انه يحصل على ترخيص اخر لكن ولايه المكان ما تلقينا منها حتى رد في المقابل نحب نشكر وانا مش عوادي نشكر كما قالوا لي وزاره التجاره اللي بالحق في كل مره نوجهوا لها مراسله الا وتبعث لنا شكون يمثلها سي داود ما نعرفش احنا وجهنا لكم مراسله في هذه المساله عندكم علم بها ولا لا عندنا علم بها لان عندنا تمثيل على مستوى الجهه وفي بالي بالموضوع نتاع السيده فايد بقينا اش نحب نقول انا بالنسبه لوزاره التجاره تجي في الاخر ما تجيش من الاول لانها التراخيص من مهام الولايه الا فيها لجنه جهويه للمخابز تترأسها الولايه والترخيص في الاخر بكل
معناتها السيد الوالي عنده الصالحات الكل باش ياخذ قرار في الموضوع هذا. بقينا ديما عنده هاي لجنه اللي هي متكونه من عده اطراف بما فيها المهنه تاع المخابز في الشك. المهنه انا فقط نحب نشير هنا اللي انت شريك سي اسماعيل انت وولدك بسام. يعني انا فقط نحب نشير اللي على ذكر ان سيادتك سي داود ذكرت مساله المهنيه سي بسام ابو عبد الله اللي هو ولد سي اسماعيل وشريكه عنده مجموعه من الشهائد المهنيه تفيد الاختصاص معناها في مجال المخابز والمرتبات. هذا فقط توضيح هكا ولا لا؟ عنده خادم تبارك الله. لا احنا وشفناه به. سي فريد هو فقط بالعوده الى مراسله ولايه اريانا اللي رجعتها لسي بسام وسي اسماعيل تقول وبعد تبعا لمطلبكم المتعلق بالترخيص في احداث مخبزه بالمحل الكائن بمعتمديه رواد اعلمكم ان الولايه لا تعتزم حاليا اسناد تراخيص جديده لاحداث مخابز. يظهر لي الحكايه الكل مساله ديسبونيبيليتي. هذا شراء تو نحن باش نستقراو نحن علاش؟ لانه كان المفروض انه الولايه اللي وقع معناها مكاتبتها في الغرض واستدعائها من طرف القناه معناها تكون على الاقل اما حاضره ولا تعطينا اما اجابه بالهاتف او على الاقل تبعث لنا حتى مراسله تفسر لنا فيها. في غياب هذا نحن شو نعمل؟ باش نشوف ونستقراو هل الرد هذا الثابت انه ما ثم حتى عيب في الملف نتاع سي اسماعيل اللي حاضر معنا معناها ملفه تام وجاهز لانه لو كان جات هناك وثائق ناقصه مثلا راي الاداره اجابته بانه يتعين عليك معناها اتمام الملف نتاعك هناك نقص في هذا الملف هناك نقص في التجهيزات هناك لكن ايش تقول الاداره؟ تقول لا نعتزم اسناد تراخيص اضافيه بمعنى انه التراخيص التي تسندها الولاية يجب أن تكون محددة ربما مقسمة هناك معناها رقم ما يلزمش تجاوزه في المنطقة هذه لأنها كما قال السيد معناها ممثل وزارة التجارة منذ حين ماهوش الوالي صحيح هو عنده السلطة التقديرية معناها لإسناد هذه التراخيص لكن ما يعطيهاش اعتباطيا يعطيها استنادا على راي لجنه كامله، هاللجنه هذه معناها متكونه من عديد الاطراف اللي تبدي رايها في هذا المجال وتشوف هل انه من الاهميه من الصلاحيه بمكان من الجدوى بمكان اسناد معناها تراخيص جديده ام لا؟ وانت تعرف راهو اذا يكونوا فيها ناس مهنيين من هذا المجال دائما ابدا هناك كالنظره نتاع تضييق. تضيق ماذا به يضيق اكثر ما يمكن لانه اليوم اللجنه هذه اكيد فيها ناس عندهم معنى من الدومين من مجال هذا عندهم مخابز ومن مصلحتهم انه ما تزيدش مخبزه اخرى فهمتني؟ نحن نستقراو هذه كلها استقراءات لكن نفهموا من تركيبه اللجنه اللي كما يقول لنا اليوم ممثل وزاره التجاره انه فيها ناس من المهنيين انا اعتقد انه دائما وابدا ماذا بهم ما نكثروش الحوسه ماذا بينا نكونوا ديما نقتصروا على معناها على عدد معين من المخابز في المنطقه هذيك. سي داود فقط نحب نسالك اللجنه الجهويه للمخابز عندها شي وقت تجتمع فيه كل وقتاش تجتمع خاصه وانه الرد نتاع الولايه يقول لا تعتزم حاليا الحاليا هذيا بالتاريخ 23 جوان 2011 يعني تقريبا اكثر من عام اكثر من عام اللجنه الجهويه للمخابز ما اجتمعتش وقتاش تجتمع كيفاش تقرر خاصه سيما انه يقول لك اقرب مخبزه للمكان 4 كيلومتر معناها بالنسبه للجواب معناها يخص السيد بقينا هي بعد التاريخ هذاك معناها عقدت اجتماعات اخرى ونظرت في ملفات اخرى لانه ان نعطيكم مع عدد تو تقريبا الملفات الموجوده على مستوى الولايه للناس اللي طالبين تراخيص بتاع مخابز يظل لي في حدود 70 مش معناتها السيد وحده هذا اللي طالبه خصها في المنطقه هذيك اللي انت فيها في الولايه في الولايه في الولايه تحطوا على الولايه اذا كان نرجعوا احنا لحكايه المخابز فعلا بالنسبة للولاية أريانا فما إشباع للقطاع هذايا هناك يعد 126 مخبزة موجودة في ولاية أريانا وقت اللي في الواقع يلزم عدد أقل من العدد هذا علاش؟ لأن علاش الواقع يكون عدد أقل؟ ها نقول لك علاش؟ لأنه المخابز باش تكون عندها مردودية هذا ناس مخابز قديمة وعندهم خدامة متقسمين يلزمهم يخدموا عاش نجم يخرجهم يلزم تحول كمية معينة من الفرينة طوى بكثرة المخابز اللي كل عام يزيدوا كل عام يزيدوا أكل المخبزة ما عادش تحول نفس الكمية اللي كانت تحول فيها قبل
لأنه لو يحولها ما ينجمش يبيعها لأنه المخابز قفوا. من هنا الماضي دي نقصت ياسا متاع المخابز. من هنا جاء القرار متاع الولاية أو متاع السلطة حتى الأخرى كونه نحدوا ما ترخيص هذه إلا في بعض المناطق اللي هي تكون بعيدة على عمران، على المناطق القديمة أو على المخابز القديمة اللي يمكنها تزود المنطقة ذيك. إذا كان ثم استحالة متاع تزود أو صعوبة في تزود المنطقة هذه، وقتها ثم إمكانية متاع ترخيص جديد. سيدي ودينا باش نسألك، سي اسماعيل بكري قال فما شكون عنده 10 مخابز، وسوي المحرج شوي بالحق فما شكون عنده 10 مخابز؟ أنا نقول له يتفضل بحذايا يجي للبيو، وعندي المخابز في الجمهورية ونعطيه الأسماء ومتعرف تطبيقة معلوماتية، كتحط الاسم يطلع لك شو عنده كل وثبت اشتلك. لا لا ثم ثم ثم, ثم عديد الأشخاص اللي عندهم عديد المخابز. لا مفماش عدد الأشخاص نقول. لا ثم لا سمحني ثم ما موش مجال باش نذكر لك، لكن انا عندي المعلومه مش انت. لا حتى انا عندي المعلومه. ما عندكش معلومه؟ عندي المعلومه. لا عندي المعلومه، عندي المعلومه، عندي تلقى. لا شكون الترخيص باسمه هو راه مو مخبزه باسم مرته، مخبزه باسم ولده، مخبزه باسم عزيزه، مخبزه قانون. صحيح. وفي القانون فمش حاجه هذه. إيه فمش حاجه. شو يا سيدي توا اما اولى تحسب عليه هو. لا عليه هو، عليه مرته هو وولده. فمي كامل يا سيدي توا اما اولى اللي هو مخبزه ومرته مخبزه واللواجات والمخابز ولده مخبز. تلقى اللي عنده انا في تو تو انتوا ما تعرفوا تو انت زاد تو كاينك قري ضمنيا كي قلت اللي مرته عندها مخبزه نحسبوا واش ضمنيا اللي هو مخبز. يا سيدي تلقى هذه زوج مخابز او ثلاثه مخابز وي عائله واحده تو كان انا مخبزه وراجلي مخبزه ولدي مخبزه ومش 10 مخبز والله 10 وبختار مش 10 مخبز واحد والله يسميهم لك سيدي حتى زوز حتى زوز انا استدعيتك تجيب حذاي انا يسميهم لك انا استدعيتك تجيب حذاي انا جيتك لا جيتك ما تقولهمش في التلفزه يا سي اسماعيل افهم عاد انت باش ما تقولهمش امشي البيرو وقول لهم له باهي سي اسماعيل الخوف من ربي سبحانه سي اسماعيل اما لا مش منك انت الخوف هذا نوع من الفساد اللي في الاداره التونسيه خاطر وقت اللي وزاره التجاره خاطر وقت اللي يا سيدي وزاره التجاره تعلم اللي في العائله واحده فما خمسه وسته تراخيص سواء تاكسيات ولا لواجات ولا مخابز هذا موجود اسمه موجود سكوت على الفساد راه هذا مشاركه في الفساد اكثر من سكوت على الفساد اللي بالنسبه لوزاره التجاره التراخيص مش من مهامها هي من مهام الولايه احنا نجوا من بعد هي وزاره التجاره ما تعطي فيهم في الفرينه المدعمه لا اسمع مش شويه نفهم كيف فهم كيف فهم كيف فهم هو وزاره التجاره مربوط بانه ترخيص ما دام عنده ترخيص يتعامل معاه كيف يتعامل معاه مش كل انسان او تحصل على رخصه نتاع مخزه معناها مش ياخذ الفرينه المدعمه لا يعني هذا هذيك تخول له معناتها باش يتعاطى نشاط المخابز وصنع الخبز وبيعه احنا سي داوود احنا رانا تطرقنا للنقطه هذه لانه سي داوود احنا تطرقنا للنقطه هذه لانه يظهر لي من الاولويه لو كان نسحبوا على الاقل اللي عنده زوز مخابز نحيوا الرخصه نحاولوا هو رخصه ونعطيوها للسيد اللي ولده عنده الشهاده المهنيه في المجال هذايا ومتورط في قروض من البنك بمئات الملايين ولا بيت سال والبنوك تسال والمشروع مازال ما كملش يعني وخاصه انه ياكد ويقول المكان اللي هو فيه عندك مجموعه من الامضاءات نتاع المتسكنين نتاع المكان يقولوا ويقروا اللي هما في حاجه المخبزه في المكان هذاك شوف هو تو احنا نعرفوا راك انت ماكش 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 مسؤول انت قاعد تعاون فينا ويعطيك الصحه لانه 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 ولايه ريانا انا نعتبر انها تهربت من الاجابه بعدم حضورها لا لا هذا كل متساكنين معناها يقروا ويطالبوا هذه مجموعه من الامضاءات اللي طالبوا نعطيك معلومه نعطيك معلومه ما تفيدك اي صحيح انا حسب اللي نشوف السيد انطلق معناتها غلط من الاول في المشروع نتاعو هو مش مشروع نحكي لكم علاش مش مشروع علاش ما تسماش مشروع علاش خاطر تو كان تمشي البنك التضامن اللي هو زاد كيف كيف الموافقه المبدئيه قبل شوي فوالا ايه ثم موافقه ايه مبدئيه قبل ما يصرف حتى ايه شيء هو انا علاش هو انا علاش سالته قبل ما يعمل حتى شيء ايه هو انا علاش سالته التوقيت نتاع ايداعه لمطلب الترخيص في الولايه وحصوله على القرض عند بنك الاستثمار على ذي سالته لانه ربما من هي حتى البنك كيفاش 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 البنك يسند معناها قروض او معناها بشكل هذا من غير رخصه من غير رخصه تفضل البني عنده الرد البنك ما وافقتنا على المشروع كان ما جات شافت المشروع
وشافت المنطقه شو زعما تطلب المشروع هذاك ولا سمعني برك. انا وقت اللي قدمت المطلب للولايه قبل ما نقدم للبنك بعام تقريبا 6 شهور 7 شهور قبل، وهم قالوا لي قاعد يمهطلوا فينا تقريبا 4 شهور هبش نزلتوا هبش نزلتوا هبش نزلتوا فهمتي، واعطاوا الناس راه باش يقول لك مثلا المنطقه اعطاوا الولايه ريانه ويحبوا واعطاوا ثم البكري هذا وش اسمه اعطوا فيه مبدا مواقع مبدئيه، والراجل بطل خاطر المحل نتاعو ما يجيش، وعطوا ومدوا زاد برخص اخرى في شرفش ومع المحل نتاعو ما يصلحش بحذانا يبعد 7 كيلومتر عليا. باهي سي اسماعيل احنا كنا قاعده الحاله هذيا في التخمينات وفي القراءات نتاعنا الشخصيه، لانه الحقيقه ولايه ريانا هي اللي خلتنا نقراو وخلتنا نتكهنوا حسب رايك بعدم حضورها بالطبيعه. علاش انت بالذات لي؟ والله ماني عارف ها نقول لك علاش، خاطر مره مشيت للمدام نسمي مسلش الاسم تاعها لا ما غير ذكر اسماء، مشيت لها قلت لها مسؤوله في الولايه الريانية معروفه معروفه ياسر، قلت لها مدام قرعتيني وضوحي انا علاش، قلت لي ما نعرفش غير دوسيه ناقص حاجه، ولدي من صاحب مهنه يعطوا في رخصه خاطر لك انا توه ثم كلش يعطوها في 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 حديقه المنازه وشنو هو حديقه المنازه كان يخرج السيد هذا اللي يعطوه الرخصه عنده شهاده علميه او عنده خبره او عنده حاجه، انا ما ناخذش رخصه راه يعطوا علاش خبز نتاعنا خايب في تونس نقولها لك، يعطوا في رخص بدون شهايد يعطوا فيها بالفلوس يدل على أن هناك عديد التراخيص التي كانت تسند بطرق غير قانونية. أنا شو نقول في هذا المجال في الوضعية هذه؟ نقول إن شاء الله إذا تعدينا اللجان متاع التاكسيات واللجان متاع اللواجات اللي هاللجنة هذه قاعدة تطهر إن شاء الله نوصل كذلك للمخابز الرخص اللي قاعدة تسند بطرق غير قانونية يوصلها كذلك مبدأ التطهير، ونحاول نعاود نحطوها على محك القانون ونشوفوا هالناس هذه تحصلت على تراخيص معناها غير قانونية وشوف بطرق كيفاش تحصلت عليها، زاد يقع إعادة النظر فيها إعادة النظر في التراخيص، ونحاولوا نوازنوا بين المناطق. إذا تكون هذه منطقة اللي يحكي عليها إسماعيل مذوحين بالحق في حاجة إلى ترخيص وفي حاجة إلى معناها المشروع المذكور علاش، وخاصة أنه إنسان تورط نقوله صحيح تورط في فلوس وتورط في مشروع وتورط في بناء وتورط في انفراستركتور كاملة معناها بنية تحتية كاملة لهذا المشروع وقاعد يتفرج اليوم إنسان هذا أصبح مهدد بالإفلاس نقولوه إنسان باش يفلس وباش ترجع عليه البنكة، والبنكة تعرف اللي أنت ما تعطي فلوس إلا ما تاخذ ضمانات عليه راه ربما راهن داره وراهن أملاكه وكذا، نحن كيفاش قاعدين نستناو أنه غدوة إذا باش نوصلوا بالطريقة هذه البنكة باش ترجع عليه تبيع له الأملاك نتاعو وتسترجع معناها أموالها بطرق، ويصبح الإنسان اللي كان يخمم في مشروع يلقى روحه في إفلاس وإفلاس تام هو وعائلته وولده والناس كل المرتبطين به. إن شاء الله هذا كل ما يصيرش وهذا كل ما يتمش، ومازال عندك أمل سي إسماعيل لأنه جواب الولاية اللي أعطته لك قالت لا تلتزم اسناد تراخيص حالا يعني غدوه ولا بعد شهر ولا بعد عام لازم تاخذ تراخيص. نعطيك حاجه انا مش باش نحلوا المشروع نجم نحلوا، اما باش نخش العباد اذا ما اعطونيش باش تزويد بالفرينه تولي نخدم البقيت نرجعها 50 غرام هكاش يحبوا قالوها لي قالوا برا اخدم الخبز بدون ترخيص بفرينه غير مدعمه. شكون اللي قالوا لك في الولايه ثم؟ أنا مشكور سي علي التباسي اللي كان في الوزارة نتاعكم، عمل لي عط نظر وقال لي أنا نعطيك الرخصة، لكن في الولاية قالوا له لا يحبوا يعطوها لخيانهم ولا أصحابهم الله أعلم. مشكور لا مشكور نقول لك شي بالله خلينا نكمل لك نكمل لك حاجة. أنا وقت عملت المشروع عملت قانون أساسي درست المشروع مليح 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 فهمتني، مش مشروع بتاع اللعب. مرة هزيت السيد الولي راهو سيد الوالي الجديد هذا ما قاليش لا، قال لي كان يوافقوا جماعه الصناعه والتجاره نعطيك. سمعيني برك. اي لكن موقف وزاره الصناعه والتجاره هما قالوا لي نفس قالوا لي كان يوافق الوالي احنا ما عندنا حتى شيء. انتم ما كنتوش ممثلين في اللجنه بالنسبه انتم ما كنتوش ممثلين في اللجنه هذه. بالنسبه لوزاره التجاره ممثلين في اللجنه ممثلين في اللجنه ممثله في اللجنه الجويه كبقيه الاطراف الاخرى بقينا الراي نتاعنا فني لا اكثر ولا اقل. يعطينا راي من وزاره التجاره في موضوع بالنسبه لنا فني
الفني اللي افدنا به اللجنه هو كونه بالنسبه للولايه معناتها أريانا هذه ولايه فيها اشباع من حيث الاحداثات بتاع المخابس، هذه ناحيه. الناحيه الثانيه من حيث الكميات بتاع الفاينه فيها معناها نعطوا في كميات اكثر من اللي يلزم تو حاليا. اذا كان نشوفوا الكميه اللي تلزم 497 الف ساكن في ولايه أريانا 19500 قنطار في الشهر. احنا نعطوا توا في 25000 قنطار في الشهر. يعني فما فايض تقريب 5500 ولا 700 قنطار يعني في الشهر. علاش ما تراجعوش المسالك التوزيع نتاع الفرينه المدعمه؟ باش قاعده تمشي، احنا ما يهمنيش في 25000 قنطار وهي تستحق 19000، شوفوا لشكون قاعد يتمتع بها الفايض هذا. كل مخبزه كل ما يستحقش. كل مخبزه عندها شويه زايد لكثر، ما تنجميش بالضبط تعطي كل مخبزه بالضبط اش تخدم. وحاجه اخرى كوني مخبزه قديمه ما عادش تنجمي تراجعي فك الخدامه اللي عندها، ولان الكميه مربوطه بعدد العمال الموجودين. هذيك حاجه ما تقديمها. انا نقول انا نقول ان شاء الله الفرينه المدعمه ما تمشيش لبعض المخابز اللي تصنع في الخبز الرفيع ولا كذا ويولي يزيد ارباح على ارباح. وانت تعرف وانت تعرف شكرا ليك سي فريد. احنا كنا تطرقنا لمساله الفرينه المدعمه وكان حاضر معنا سي داود وحكينا. اما حاجه اخرى نحب نزيدها فقط كلمه ختام. فقط نحب نزيدها، نحب نفهم بالنسبه حتى للراي العام كونه المخبز عمرها ما كانت مشروع. علاش مش مشروع؟ داكوردو صحيح السيد معناتها خذا تمويلات من البنك وكذا وشو، ولكن في الاخير راهو كل شيء يتحمل صندوق التعويض. علاش؟ لانه صنع الخبز كله مدعم، حتى من المعدات اللي ياخوها ياخو عليها امورتيسمون. المحل نتاعو ياخو عليه كراء من صندوق التعويض. اليد العامله اللي يقول لك باش نخدم انا ثلاثه ولا كذا خالصين على صندوق التعويض. بحيث كان تجي تشوف في الظاهر شكون اللي بعث المشروع؟ ثم انسان بعث المشروع، ولكن في العمق الدولة او صندوق التعويض اللي حطك المشروع هذاك. اذا كان ما فماش الزاميه منه علاش تحب نحطوا فلوس نتاع الدوله في مشروع ما يكونش ناجح؟ ما فماش حل سي اسماعيل معناتها. الحل شنو هو؟ الحل اذا كان ثم منطقه اللي هي توفر فيها شروط حسب المنشور اللي خرج كما خرج المنشور، ما تجي مخابز الا في المناطق البعيده التي لا يمكن تزويدها من المناطق القريبه ولا المخابز الموجوده. وقتها فما الامكانيه باش يعطوك ترخيص. تجي تشوفوها المنطقه هذه، تجي تشوفوها المنطقه هذه برك لو كان تخرج كما حكيت لك تشوف برك ماذا بيها انت بالذات. انت كيفاش توا تعدى على اللجنه ما وقعتش؟ ما جاوش مشيت نتاع الهبل الكوش شو اسمه العميد تاع الكواشه، مشيت له قال لي ما مشيتش الباصه هذه ولو في الولايه مصاحه بينا ما تجيش غادي. قال لي ما مشيت لا تقول له لا قدش بعيد. لا هو سي داود، هو سي داود لو كان جات المخبزه نتاعو ربما هذايا شرط معناها انها يلزمها تكون في منطقه في حاجه المخبزه، راهو في رد الولايه كانت مثلا لقربها من مخابز اخرى، لكن الولايه ما لقاتش حتى نقص ربما بصوره عامه. اجابت بصوره عامه، قال بصوره عامه يعني ملفه كامل ما في حتى اخلالات الا انها هي توا ما تعتزمش اسم الترخيص. واضح اللي مش انا على ملف انا اللي نعرف انا ما نحضرش في اللجنه ولكن اللي نعرف انا من الاول بكل يكتفوا بطلب رخصه. طلب ما عادش نتحدثوا على ملف كامل، ما نتحدثوش على ملف كامل من الاول. وقتاش نقولوا نتحدثوا على ملف كامل؟ وقت اللي السيده ضايا يوافقوا له اللجنه توافق له على موافقه مبدئيه ويقولوا له السيد تفضل ابدا في الحظ المحضر وعندك عام تجي يعطوه عام باش يحضر المخبز نتاعو. هو هذا ربما الخطا اللي اخطا اسماعيل، انا ما طلبتش موافقه مبدئيه في المشروع هذا. يا بنت في الاول سكروها قال لك من عام 2002 ما اعطيناش الرخص وهم خرجوا الرخص حتى 2010. فهمتيني؟ هذيك المشكلة. مازال عندك من راس اسماعيل مادام معناها مادام نطلب من سيد الوالي، نطلب من سيد الوالي يعطيني رخصة لولدي اللي هو شاب عمره 32 سنة، لا عرس لا عنده حتى مستقبل وبشهايده وراهي الكوش والكوش ما عادش يلزمها تعطاها الناس. شكرا لك، شكرا لك سي اسماعيل وعبد الله. يعطينا رخصة للطفل خليه ما يروح. شكرا لك سي داود بوعزة كهيئة مدير بوزارة التجارة، شكرا لك على الحضور. شكرا لك سي اسماعيل بوعبد الله، إن شاء الله تتحصل على الترخيص عن قريب. الأستاذ فريد نصري شكرا لك، رافقتنا على امتداد حلقة الليلة من برنامج الحقيقة. شكرا لك. شكرا. هكا احنا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية موعد الليلة من برنامج الحقيقة، موعدنا إن شاء الله يتجدد الأسبوع القادم نفس المكان ونفس الزمان. إلى أن ألقاكم في أمان الله.
Thank you.